صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مصر لسه بتحكي حكاية وطن، حكاية وطن قدر إنه يحول الظروف الصعبة إلى تحدي وتنمية ومشروعات عملاقة في كل القطاعات. اهتمام كبير جدا وتفاعل من كل الناس بمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، واللي بيستعرض المشروعات الاستراتيجية والتنموية والخدمية كمان اللي اتحققت خلال السنوات اللي فاتت، عشان يكون عندنا بيئة واعدة للاقتصاد والاستثمار، سواء كان استثمار محلي أو استثمار أجنبي. أكيد يا شاذلي، في تركيز على مشروعات البنية التحتية، لأن مش هيبقى في استثمار من غير بنية تحتية حقيقية لأي دولة، وكمان ده اللي بيحدد ترتيب التنافسية العملية العالمية بين الدولة، وده اللي بيتحدد طبعا وفقا لجودة البنية التحتية، لأن ما فيش مستثمر هيجي لدولة ما عندهاش مواني كويسة، ما عندهاش طريق كويس، ما عندهاش طاقة تقدر توفرها للمصانع عشان تقدر تنتج وتشتغل. ده الملف اللي اشتغلت عليه الدولة المصرية واهتمت بشكل كبير جدا فيه، وركزت على المشروعات اللي بتضع مصر على رأس خريطة الاستثمار في المنطقة. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، وهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. اهتمام كبير من الدولة وواضح في إنشاء جهاز لهذه المشروعات اسمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا الجهاز مهم جدا لأن هذه المشروعات هي عامل أساسي في نمو الاقتصاد، وبتوفر فرص عمل، بتزود الإنتاجية، كمان بتشجع الشباب على فتح مجالات للاستثمار والتصنيع. وعشان كده تم إنشاء 17 مجمع صناعي تم توزيعهم على 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي 5046 وحدة صناعية. أكتر من نص الوحدات دي بالمناسبة موجود في وجه إبلي، عشان كده التنمية والمشروعات الإنتاجية وصلت بالفعل لكل مكان في مصر. كل دي محاور مهمة اتكلم عليها مؤتمر حكاية وطن، اللي بيعتبر توثيق وتسجيل لإنجازات الدولة المصرية على مدار السنين اللي فاتت. المصريين عرفوا حقيقة اللي شافته مصر من مشروعات تم إنجازها، تمت في وقت قياسي. النهاردة على مدار الحلقة هنكمل معاكم حكاية وطن. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. ودلوقتي مشاهدينا، قبل ما حضراتكم تنزلوا وتروحوا الشغل، خلينا نستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي جولتنا من محافظة القاهرة، وتحديدا هنبتدي من كوبري أكتوبر. احنا شايفين قدامنا كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكوبري، وده طبعا بطبيعة الحال بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة لغاية رمسيس. لو بصينا بقى المتجه من مناطق وسط المدينة ولغاية مدينة نصر وكمان شارع رمسيس نفسه، هنلاقيه بيشهد كثافات مرورية هتبتدي تقل تدريجيا لغاية ما بنوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين هنلاقي عليه كثافات مرورية. أما بقى لو بصينا هنا عند شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، هنلاقي سيولة مرورية لغاية منطقة الزاوية الحمراء، وفي هناك كثافات نسبية عند الويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية. أما بقى لو بصينا عند الكورنيش والمظلات والمتجه منهم لوسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه للمؤسسة هنلاقي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. دلوقتي خلينا نستكمل جولتنا ونروح الجيزة. احنا شايفين الهرم بطبيعة الحال هنلاقي فيه كثافات مرورية، والكثافات دي طبعا هتزيد مع ساعات الذروة. وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي احنا شايفين فيه تباطؤ بسبب حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. عندنا كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني في شارع فيصل، وكثافات مرورية بتبتدي من محطة المريوطية وهتكمل لغاية كوبري فيصل. عندنا كمان كثافات تانية ممكن تظهر في شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وصولا لميدان النهضة لغاية ما بنوصل لبولاق وإمبابة. أما بقى محور صفت احنا هنلاقي فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. لو بصينا في الاتجاه المعاكس اللي جاي من أكتوبر في اتجاه الدائري، لسه الطريق مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو، اللي احنا شايفين فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري. هنلاقي كمان كثافات مرورية على كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، وكمان العكس بسبب أعمال التوسعة اللي بتحصل في الكوبري.
نروح بقى للإسكندرية، هنلاقي سيولة مرورية عند كوبري ستانلي، لكن طبعا هنلاقي كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. باقي الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية نسبية، وشارع جمال عبد الناصر هنلاقي فيه كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب. لو بصينا هنلاقي عند شارع عبد السلام عارف هنلاقي كثافات مرورية، لكن هنلاقيها متحركة. نكمل جولتنا ونوصل لأسوان، ونبتدي من عند شارع السادات لغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة. احنا شايفين سيولة مرورية على طول الشارع، وشايفين كثافة بسيطة جدا عند الأماكن المختلفة لغاية ما بنوصل لمحطة القطار اللي طبعا حواليها بنلاقي كثافة مرورية. أيضا هنلاقي كثافة مرورية عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، هنلاقي بطبيعة الحال بعض الكثافات المرورية. لكن اجمالا احنا لسه الوقت بدري، فاللي عايز ينزل يلحق دلوقتي قبل ما يتعرض للكثافات المروريه المتزايده في الفتره الجايه. ودلوقتي خلينا نطمنكم كمان على حاله الجو النهارده، ونتكلم معاكم عن الطقس. النهارده الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون في فرص امطار خفيفه غير مؤثره على الانشطه اليوميه على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحري والصحراء الغربيه ومدن القناه وشمال الصعيد، ممكن تمتد لمناطق من القاهره الكبرى على فترات متقطعه. النهارده كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعه. درجه الحراره في القاهره النهارده 30، اعلى درجه حراره هتكون في اسوان 41، والاقل هتكون في مطروح 28. امبارح خلال جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، وجه سيادة الرئيس الشكر لرئيس مجلس الوزراء على تحمل الضغوط هائلة خلال الفترة الماضية. في كل كلمة قالها الدكتور عاصم وقالها الفريق كامل، في كل نقطة اتعرضت أو ما اتعرضتش، ده كان محل جهد وإرادة إن البلد دي تتغير من الواقع اللي موجودة فيه لواقع تاني خالص. وبصراحة يعني أتصور إن كل وزير كان معني بشغله، لكن برضو دولة الرئيس كان موجود معانا، وهو أكتر شخصية تحملت ضغوط هائلة. كمان امبارح خلال مؤتمر حكاية وطن وجه سيادة الرئيس وزير النقل بالانتهاء من تطوير ميناء الإسكندرية عام 2025. سيادة الرئيس قال الدول اللي بتعاني من ظروف اقتصادية صعبة مفيش قدامها غير الأفكار. الدول اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش غير الأفكار. لما كامل بيتكلم على ميناء إسكندرية، هل تتصوروا ان درجة الإهمال لميناء إسكندرية ان الناس تخش تعمل جواه مدرسة وعمارة والإسكان والعشوائيات تصل لكل حته للظهير الخلفي للمينا، وان احنا لما نيجي نخلي الناس الفريق كامل يدفع حق 2000 شقه عشان نشيل الناس من جوه عشان نعمل ظهير خلفي للمينا. الملحوظه اللي هقولها ليك وللدكتور عاصم، انا ما اعرفش حاجه اسمها 2030 حتى لو انا مش موجود معاكم، احنا بنتكلم 2025 يا دكتور مصطفى. 2025 حاضر يا فندم. حاضر. 2025 يا كامل، مش من اسكندرية يخلص 2030، لازم ده يخلص 2025، نقول موانينا جاهزة، سككنا الحديد جاهزة، الطرق بتاعتنا جاهزة بكل شيء. سيادة الرئيس وجه كمان مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة، وقال إن قانون الإيجارات القديمة بيتسبب في تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة. أنا هقول لكم وهقول لأعضاء البرلمان، موضوع الوحدات الشاغرة دكتور عاصم، ال 2 مليون اللي أنت اتكلمت عليهم، ما لم يكن فيه يا جماعة قانون يخلي الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدة السكنية اللي ممكن تديها لحد، هتفضل الفكرة دي غير قابلة للنجاح. خلي بالك يا دكتور مصطفى، لأن تشكل ثقافة خلال السنين اللي فاتت الخوف على الوحدة السكنية. ليه؟ لأن طبعا المحامين والقضاء والقوانين كانت بتبقى تقف دائما عقبة ما بين
إحساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشقة أو صاحب البيت، وبالتالي هو بيفضل إن هو لا يبيعها أو يقفلها. يقول لك أنا أخد مثلا إيجار 500 جنيه ولا 1000 جنيه في الشهر لمدة سنة، ولما يجي ما يدفعش، أو لما يجي أقول له أنا عايزها ما يدهنيش، طب خليها أحسن بناقص ال 1000 جنيه كده يعني. ما لم يكون في قانون قوي حاسم سريع للموضوع ده هتفقد ال 2 مليون. كمان امبارح سيادة الرئيس قال ان الهدف من توفير وحدات سكنية اجتماعية هو ان اهالينا من ذوي الظروف الصعبة يطمنوا ان الدولة مش هتسيبهم. انا بس هاخد نموذج واحد اللي قاله الدكتور عاصم في الاسكان، وقال ان احنا عملنا 300,000 وحدة تقريبا ب 85 مليار، وقال ان احنا فرشنا الوحدات دي. كلام ده احنا قلنا كتير، وكان الهدف منه ان احنا كدولة نعبر لأهلنا اللي ظروفهم صعبة على إن إحنا مش هنسيبهم. إذا كنا بنفهم كلنا يعني إيه أمن قومي، مش هتستكتروا اللي إحنا بنعمله ده وأكتر منه. طب وإحنا تعبانين كده ومعناش نعمل كده؟ أيوة، عشان ما يبقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم حكاية وطن، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جمعنا مع تفاصيل النشرة الجوية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد ولغاية شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والنهارده في فرص امطار خفيفه غير مؤثره على الانشطه اليوميه على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحري والصحراء الغربيه ومدن القناه وشمال الصعيد، ممكن تمتد لمناطق من القاهره الكبرى على فترات متقطعه. كمان النهارده هيكون في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي في هيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتوره منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتوره منار، احنا ابتدينا نحس كده باجواء شتويه ولن نتنازل عنها، طمنيني على الطقس النهارده وما تقوليليش ان في حراره. لا الحمد لله، طبعا في اجواء خريفيه بامتياز في معظم محافظات الجمهوريه. هيستمر تاثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب اشعه الشمس على مدار اليوم، فبالتالي هيساعد على انخفاض درجات الحراره عظمى على القاهره الكبرى. اليوم هتكون 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي احساسنا بالطقس فتره النهار هو طقس خريفي مائل للحراره على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، وأيضا بعض المناطق من سيناء. كمان أجواء نقدر نقول معتدلة تماما على سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لأن العظمى بدأت تنخفض وبدأنا نسجل درجات حرارة 28 و29 على السواحل الشمالية للبلاد. هتظل الأجواء شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، ده بيكون فترة النهار وتحديدا كمان في فترات الظهيرة. كمان مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل هنحس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، هيكون محسوس أكثر في ساعات الليل وتأخر فترات الصباح الباكر. صغرى فترة الليل ما بين 23 و22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فبالتالي أجواء لطيفة تماما خلال فترات الليل في معظم محافظات الجمهورية. وطبعا مع وجود المنخفض الجوي والسحب المنخفضة والمتوسطة هيستمر معانا اليوم كمان فرص الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية، السواحل الشمالية، الوجه البحري. الأمطار تمتد كمان لمناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، بعض المناطق كمان من جنوب الصعيد ومدن القناة. لكن مجمل الامطار كلها هي امطار غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، هتساعد ان احنا نحس بالاجواء الخريفيه فقط، بالاضافه كمان نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات هيقلل احساسي بوجود نسب رطوبه في الجو، فبيساعد كمان على مزيد من الاحساس بوجود انخفاض في درجات الحراره خاصه فترات المساء
وساعات الليل، ويمكن الاجواء الخريفيه اللي فيها انخفاض في درجات الحراره دي متوقع ان هي تكمل معانا حتى نهايه الاسبوع ده مطلع الاسبوع اللي جاي. يعني احنا على مدار هذا الاسبوع كله العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 30 و31 درجه مئويه، فبالتالي مستمرين في انخفاض درجات الحراره. يمكن نلاحظ كمان فترات الصباح الباكر فترات الليل المتاخر بعض البروده، فنبدا نحس بالاجواء الخارجيه بشكل كبير على مدار هذا الاسبوع كله. كمان فرص الامطار اللي موجوده معانا على مدار الاسبوع هي تختلف من محافظه للثانيه ومن يوم للثاني، لكن في مجملها كلها احنا شفنا على مدار الكام يوم اللي فاتت امطار خفيفه في مناطق قليله متفرقه، لكن الامطار ما كانتش مؤثره. الامطار برضو هتستمر معانا مش مؤثره دكتوره منار؟ يعني الامطار معانا اليوم وغدا ان شاء الله هتبقى على مناطق متفرقه، مع يوم الاربعاء ممكن تنحصر في بعض المناطق الساحليه او الوجه البحري، لكن في مجملها كلها على مدار الاسبوع كله غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. فاحنا دايما بننصح ان احنا في الخريف ان احنا نتابع النشرات الجويه، لان الخريف هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير في خرائط الطقس، فدايما يبقى في متابعه مستمره ويوميه للنشرات الجويه عشان نعرف ايه الظواهر الجويه اللي ممكن تاثر علينا. أكيد دكتورة منار، جرت العادة إن احنا نقول نخلي معانا جاكيت خفيف الأيام دي علشان الجو بالليل بيبرد. الأطفال بقى اللي نازلين المدارس والناس اللي نازلة شغلها بدري، هل محتاجة معاها جاكيت خفيف الصبح برضو؟ يعني احنا هنبدأ تدريجيا نحس في فترات الصباح الباكر أو الليل المتأخر ببعض البرودة. أول ما نبدأ نحس ببعض البرودة هنبدأ نزود قطع ملابس إضافية للأطفال، ونبدأ الناس اللي يعني كبار السن بقى يبقى معاهم جاكيت خفيف، أو الناس العادية يبقى معاهم جاكيت خفيف نصطحبه خلال فترات الليل المتأخر أو فترة الصباح الباكر. بس لما نبدأ تدريجيا نحس بالبرودة أو انخفاض درجات الحرارة اللي بيبقى ملحوظ فترات الصباح الباكر واحنا خارجين. أكيد كل الشكر ليكي الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا ليكي، شكرا جزيلا. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل. القاهرة العظمى فيها 30 والصغرى 24، العاصمة الإدارية العظمى 31 والصغرى 23، الإسكندرية 29-22، العالمين الجديدة 29-22، مطروح 28-21، دمياط 30-23، بورسعيد 30-23، والإسماعيلية 32-23. السويس العظمى فيها 30 والصغرى 23، العريش 31-24، كاترين 29-15، طابة 30-24، حلايب 35-26، شلاتين 37-27، شرم الشيخ 34-28، والغردقة 35-27. الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 23، بني سويف 32-22، الوادي الجديد 40-27، أسيوط 33-22، سوهاج 35-25، خنة 38-26، الأقصر 40-26، وأسوان 41-27. مشاهدينا لسه بنكمل معاكم اللي حصل على مدار السنين اللي فاتت والإنجازات اللي حققتها الدولة في السنين اللي فاتت كلها وانعكاستها على المواطنين، تم عرضها بالفعل من خلال فيلم تسجيلي بطولة الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة ماجدة زكي. خلينا نتابع. في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودمي. وهذا وقد أثبت المصريون في كل مرة وفي كل زمان أنهم الحامي والضامن لمسيرة وبقاء وطنهم، رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو طامع. جدو، ينفع تحكي لي حدوتة؟ بكار. عليك. شوف، أنا هحكي لك آخر فصل من فصول الحكاية اللي بتبدأ يوم ما اتولدت. في يوم من الأيام كان في بلد، أعظم بلد في الدنيا، مصر أم الدنيا. أم الدنيا في التاريخ ليها حضور، وفي الثقافة ليها عظماء، وفي الفن ليها نجوم. لكن لما ليلها ضلم نزل الشعب يطالب بأبسط حقوق، ويا دوب ملحقش يفرح. لقيته بطباعة من بعيد
تدخل الأرض الطيبة تسرق منها فرحتها وتحاول تفرق وحدتها، تنشر الخوف والرعب في قلوب أهاليها. ما خفتش يا جدو؟ خوفنا؟ فشر ده احنا نخوف بلد. شكرا، تسلم ايديكي. تسلم. البلد دي بلدنا يا علي، بلدنا احنا، نزلنا وما سكتناش، قلنا هيمشوا ومش هيقعدوا فيها دقيقة واحدة. هنستسلم لتجار الدين والإرهابيين؟ وكان ورانا جيش بيحمينا، ولما صوتنا السمع علينا نزلنا في الشوارع نهتف ونقول والجيش استجاب لهتفنا. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. هتعيش في خير دايماً ما رجالتها شداد، واقفين قصاد الشر ما وقفوش على الحياد، ولا يوم فاتوها افكار دول بيفوتوا البلاد. الله عليك يا مصر، والله عليك ولاد. كنا محتاجين حاجة تجمعنا كلنا، شريان حياة يشق أرضنا وبلدنا، وفي ظرف 8 أيام المصريين عملوا اللي محدش كان يتوقعه. تم إغلاق باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة الاثنين بعد جمع التمويل المطلوب، وهو 60 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل فقط. وبفلوسنا مولناه، وبرجالتنا بنيناه، بس استخسروا فينا فرحتنا ولادنا. غرابة 11 تنظيماً إرهابياً على مواجهة الجيش المصري تم إعلانه مما عرف باسم مجلس شورى. خسرنا كتير مننا، شباب ضحت بروحها، وأطفال اتيتمت. أنتم ولاد الأبطال، ولكم في رقبتنا كل الخير والأمان والسلام. بابا صحيح وحشنا، بس أنا عارفة أنه عند ربنا وشايفنا كلنا، وبقيت أنا بنت الشريف. أحب أعرف الجميع وأديكوا نبذة عن حياته، ليا الشرف والد الشهيد اللي أفتخر بإنجازاته. فعز دينه كان بينزل للدفاع عن كل شبر. محدش يفكر ان طولة بالي وخونة الحسن معناه ان البلد دي تقع. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. كان عندنا تحديات ما كناش قادرين نواجهها من زمن فات، يمكن من قبل ما تتولد انت عادي، بزمن الزمن كمان. لكن المحنة علمتنا ان لو ظروفه صعبة لازم يشغل دماغه. كان لازم نواجه مشكلة الاقتصاد ونتأكد ان الدعم هيوصل للي يستحقه، ولسه العشوائيات والطرق اللي ضاقت علينا وشبكات المية وصرف المجاري المتهالكة اللي ما تليش بدولة عظيمة زي مصر، وقرى الدلتا والصعيد اللي اتناست من سنين طويلة. هو الشباب عايزين عايش شغل وبيت يسكن فيه، عايز يبقى مبسوط، عايز يعيش حياة كريمة. فاهم يعني ايه حياة كريمة يا علي؟ يا جدو، يعني نديم مبسوطين. مبسوط. صح والله، ربنا يحميك يا ابني وتعيش دايما مبسوط. والحاجات دي عشان ما تصلحتش وتثابت كتير نيجي عليكها دلوقتي توجع، لكن استحملنا ووقفنا ورا بلدنا وقلنا هنبنيها عشانك وعشان مستقبلكم.
فاكره يا ماجده لما قالوا مش هنقدر بس قدرنا وواجهنا كل التحديات كانت كلها اولويات. نشتغل ونشتغل ونشتغل، مش بس في ده، في التنميه والعمل في كل المجالات بلا نوم ولا راحه. في ناس كتير كانت بتعاني من فيروس سي، ده غير امراض كتير انتشرت في اماكن كتيره ما كانتش بتوصلها رعايه لسنين طويله. ورغم ظروفنا قررنا نبدا، قلنا نعمل مبادرات، قوافل طبيه، تطوير شامل لقطاع الصحه في مصر، وده اللي هنبني عليه ارض ثابته تتحمل مشروع التامين الصحي الشامل اللي بنحلم بيه من زمان. يعني ايه تيتا؟ يعني يا حبيبي بعد الشر لما تحس انك تعبان تقول ايا بطني ايا بطني، نلاقي مستشفى مكان مؤهل يستقبلك وتتعالج فيه. ومش انت بس، اي بني ادم محتاج مساعده. مشروع حياه كريمه خيره غير عشرات القرى، خلاهم يحققوا كل اللي كان نفسهم فيه. بيوت اتفتحت، شباب اتجوز، الفرحة مالت بيوت ما كانتش بتشوف النور ولا عارفة طريقها اللي يوصلها للي محتاجينه. بسبب زحمة الطرق اتعطلنا كتير، قررنا نكمل. ما احنا قلنا الشغل لازم يبقى في كل حتة. اتعمل شبكة طرق جديدة تربط البلد كلها ببعض، مواني تضخ استثمارات في البلد، وسائل مواصلات أكتر تسهل الحياة على الناس، وفي نفس الوقت تقلل من استهلاك مواردنا اللي بتضيع في زحمة الطرق كل يوم. مشاريع كان هدفها إن البلد تتنفس وترسم خريطة مصر من أول وجديد وتمهد الطريق، لأن مصانعنا تدور من تاني والمستثمرين يجولنا من كل مكان في العالم. ده ما كانش كلام، دي كانت خطة بلد عايزة تمشي لقدام. وأهم حاجة التعليم. التعليم كان مليان مشاكل كتير. تصور يا علي، أطفال قدك كده ما كانوش يعرفوا يكتبوا اسمهم، ما فيش مدرسة، ولو لقوا مدرسة يتعلموا فيها غلط ما يتعلموش صح. لكن دلوقتي مدارس كتير جدا اتبنت في كل حتة في مصر. هنبني مدارس ومفكرش في الكهرباء؟ عشان كده كان لازم نلاقي حل. قدرنا نبني محطات تساعدنا تدور حياتنا من تاني. اكتشفنا اكبر حقل غاز في بلدنا على ارضنا، وقضينا على طوابير البوتاجاز عشان يبقى عندنا مخزون ينقذنا في كل ازمه. كل سنه كنا بنزيد وعددنا بيكبر، عشان كده الناس اتصرفت وعملت العشوائيات، فبنينا مدن جديدة متخططة صح، زي العلمين الجديدة والإسماعيلية الجديدة وبني سويف الجديدة. وفي كل حتة في مصر بنينا جديد وطورنا القديم. نفضل نكسر في تحدياتنا، تحدي تحدي، ونفضل نبني ونغير عشان كل طفل يكبر يلاقي مكان يحميه، يمارس فيه هوايته، يلاقي بيئة تحميه من الأفكار اللي هدفها تهد كل جيل جديد. مين بقى اللي كان يقدر يعمل كل ده في 10 سنين؟ تعال شوف بلدي يا اللي انت بتعدي، في الفرح مش بننام، في الشدة مين قدي. ورجع الضيوف مصر تاني من كل حتة في العالم بمجهود ولادها، جيشها وشعبها. سنين تعب وتحمل هما اللي خلونا نكمل. مش بس كده، شبابنا بقى لهم مكانة. رفعوا اسم بلده. ومعداش وقت وجات الكورونا. الله أكبر، شر بره وبعيد بتفكرنا بيها تاني. فاكر لما كنا قاعدين في البيت هنا؟
أو أنا فاكر مش عارفة أشوفكم. أهو العالم كله كان قاعد في البيت زينا كده. الصحة العالمية بتتكلم على 1,500,000 إصابة جديدة بكورونا. كل حاجة وقفت، مصانع وشركات ومدارس، كل الناس قاعدة وخايفة يا ترى هنرجع تاني ولا لا. لكن كنا قدها، مين كان يقول إن مصر اللي شافت كل ده هتقدر ترجع من أزمة زي دي ولا تساعد غيرها كمان؟ ويدوب بنفرح برجوعنا لشغلنا. حصلت حرب كبيرة بين دولتين دخلت العالم كله في أزمة، لكن اللي المصريين أثبتوه في سنين قليلة يخلينا نثق في نفسنا إننا مهما حصل هنخرج من الأزمة دي كمان. إن شاء الله نكمل الحلم اللي بدأناه، بس احنا خلاص بقينا إيد واحدة بنتكلم في مشاكلنا ونحلها. بقينا فخورين باللي أنجزناه في 10 سنين، برؤية رئيس وإرادة شعب أثبتنا إن مصر بس مش بلد إنجازات، لأ دي بلد معجزات. دق الطبر لولاد بلدي، ما تقولش سهل، ما تقولش عادي، ما تقولش سهل، ما تقولش عادي، ومهما بتزيد الأعادي ولادها دايما بالمرصاد، ولادها دايما بالمرصاد. هو حضرتك خلصت جده؟ لا طبعا، احنا مش متفقين ان المشوار لسه طويل. احنا شغالين ومستنيينك يا حبيبي لما تكبر ان شاء الله وتكمل معانا الحكايه. ربنا يديله الصحه. ايه حضرتك يا ماما؟ اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. يا ترى بقى ايه اللي مخليكم متجمعين في المكتب وسايبين البيت كله؟ اسال المصري. جدو حكي لي يا حدوته. جدو عنده حكايات وحواديت كتير قوي، انا واحده فيهم المصري. الله يا بختك يا سيدي. تحكيها انت ولا اسمعها منه بقى؟ انا. ماشي حلو ده. تحكي لي بقى واحنا بناكل، عملت لنا ايه يا حبيبي؟ عملت لك كل اللي نفسك فيه. ربنا يخليك ليا. ربنا يسعدك ويهنيك يا رب. خلوه تعال نشوف حلوه بقى. ربنا يخليك ليا. جيل ورا جيل هنفضل نحكي الحكايه، حكايه وطن، وطن عريق وام عظيمه، وهيفضل شعارنا دايما تحيا مصر. من لف فيها شبعت ومن السنين عديت، من شرقها لغربها والبرة غديت، حبيتها أول حب صاحبتها أنا وعديت عنها في يوم ما بعيد، عنها في يوم ما بعيد، ولا عمري مرة نسيت. كمان خلال مؤتمر حكاية وطن تم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات اللي اتحققت في ملف إنتاج الغاز، وإزاي تحولت مصر من دولة عندها عجز في الغاز للاكتفاء الذاتي. الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية كان مصدر قوتنا في السنين الأخيرة. الدولة المصرية كان عندها خطة لتنمية واكتشاف مواردها الطبيعية. حفرنا في الصخر وقلبنا البحر وقمنا بترسيم حدودنا عشان نقدر نستكشف كل متر في أرض مصر. الموضوع ده ما كانش ممكن يتعمل إلا إذا كان في ترسيم للحدود. وكانت المحصلة 496 كشفاً بتروليًا، 352 زيت و144 غاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء، ومعاهم الدلتا وخليج السويس، وعلى رأسها حقل ذهر، أكبر حقل للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، باحتياطي 30 تريليون قدم مكعب. أضافت الاكتشافات دي احتياطيات بترولية تقدر بنحو 579 مليون برميل زيت ومتكثفات، ونحو 51.1 تريليون قدم غاز طبيعي.
وأتى إجمالي الثروة البترولية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 حوالي 673 مليون طن، وبلغ حجم الاستثمارات لحفر 452 بير بترول 22.3 من 10 مليار دولار أمريكي، وإبرام 120 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية، وقمنا بإنشاء منتدى غاز الشرق المتوسط عشان نضمن الاستدامة. كما نجح قطاع البترول في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى نحو 6.2 من 10 مليار قدم مكعب يومياً، ما مكنوا من تحقيق الاتفاق الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير. فزادت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال عام 2022 لتحقيق 8.3 من 10 مليار دولار مقابل 3.9 من 10 مليار دولار في 2021، وذلك بعد إعادة تشغيل ورفع كفاءة مجمعات إسالة الغاز في إبكو ودمياط. والجدير بالذكر أن صادرات قطاع البترول المصري قد ارتفعت خلال 2022 لتصل إلى 18.3 من 10 مليار دولار مقابل 12.9 من 10 مليار دولار في 2021، بزيادة نسبتها 42%. كما بلغت مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 5.9 من 10 مليار دولار في 2022-2023، وتمكنت الدولة من تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتحولت مصر من دولة بتعاني من نقص الغاز للوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018. ازرعوا الأمل في نفوس الناس، وإحنا حريصين على أن إحنا نزرع الأمل ده بكل ما أوتينا من قوة. ومش بس كده، تم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية تمثل 60% من إجمالي عدد الوحدات اللي تم توصيل الغاز الطبيعي ليها منذ 1981، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 52 مليون طن في 2021-2022 من 39.24 مليون طن في 2014-2015، بزيادة 32.5%. كما ساعدت الاكتشافات المتتالية لحقول الغاز الطبيعي في تعزيز الحصيلة الدولارية، واهتمت الدولة المصرية بشكل كبير بصناعة البتروكيماويات لأنها صناعة استراتيجية بيتبني عليها صناعات تانية كتير وبتأثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي بسبب مردودها الاقتصادي العالي. وبلغ الناتج المحلي لقطاع تكرير البترول 263.2 من 10 مليار جنيه بنسبة 3.5% من إجمالي الإنتاج المحلي في 2022. وبالإضافة لكده، عظمت الدولة عمليات البحث والتنقيب عن الذهب، حيث أسفرت المزايدات عن توقيعنا ل 26 اتفاقية مع 13 شركة بإجمالي استثمارات 65 مليون دولار. وزادت عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من 293 مليون جنيه عام 2014-2015 ل 3 مليار جنيه عام 2022-2023، بزيادة بلغت 10 أضعاف. قفزات كبيرة في مجال الطاقة وراها مجهود مستمر داخلياً وخارجياً لحفظ حقوقنا في ثرواتنا ومواردنا الطبيعية واستغلالها لاستغلال الأمثل، والتحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي لدولة عندها اكتفاء ذاتي ومصدرة للفائض. الخير كتير في أرض مصر، وما زالت رحلة البحث والتنقيب مستمرة. كمان خلال المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي عن استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في العديد من المجالات التصنيع. الصناعة مش كلام هتقوله ويحصل، الصناعة حلقة متكاملة، مش مجرد مصانع وعمال، الصناعة قرار. وكان القرار إن الدولة المصرية لازم تفتح الملف ده وتشتغل على خطة متكاملة تنقلها من منطقة الاستهلاك لمنطقة الإنتاج. القرار كان صعب لأنك مش بتاخد قرار في حاجة واحدة، بالعكس محتاج قرار في مجمعات صناعية وتوفير طاقة ومستلزمات إنتاج ونقل. تم بالصناعة وزود المدن الصناعية فعلا والقروض الصناعية، لا الدولة يعني مهتمة جامد أو بالصناعة. لكن الدولة المصرية قبلت التحدي واشتغلت على الملف بكل طاقتها، وحطينا حلول للمشاكل
وقدرنا نسخر كل مواردنا علشان نوصل لغاية الإنتاج. إجمالي حجم المشروعات في قطاع الصناعة خلال التسع سنين اللي فاتوا وصل 128 مليار جنيه. يمكن الرقم ده يكون هو إجابة سؤال بعض الناس عن إيه اللي عملته الدولة في ملف الصناعة، والإجابة بتكمل بمبادرة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة وقروض لتنمية المشروعات الصغيرة ب 46 مليار جنيه، وده من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مش بس كده، لا كمان منح بقيمة 3.1 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. وقدرت الدولة تقدم حوافز للمصدرين وصلت ل 56.5 مليار جنيه. الدولة قررت تنشئ بنية تحتية للمصنعين الجدد اللي كانوا مش عارفين يعملوا ايه، وانشأنا 17 مجمع صناعي بإجمالي 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة بتكلفة وصلت ل 10 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، والإنجاز مستمر، وقدرنا نرجع ونطور صناعات استراتيجية زي صناعة الغزل والنسيج، وده من خلال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم في المحلة الكبرى، وصناعات تانية مهمة زي صناعة الألمونيوم والصلب. ومش بس كده، وطننا صناعات جديدة زي صناعة السيارات الكهربائية والصناعات الخضراء والصديقة للبيئة. كل ده غير إنجازات الدولة في مصانع الاستزراع السمكي والرخام والجرانيت، وإنجازها في وضع اسم صنع في مصر على أكبر مصنع أسمنت في الشرق الأوسط في بني سويف. ما كانش ينفع نعمل نهضة صناعية حقيقية بدون دعم تشريعي ومحاربة البيروقراطية. الدولة المصرية بدأت في تغيير كل القوانين والتراخيص الصناعية، ولأن الإنسان هو العنصر الأساسي في الصناعة، اهتمت الدولة بملف التدريب والتأهيل عشان تواكب التطور اللي حصل في كل المعدات والأجهزة. علشان كده تم تدشين 43 مركز تدريب مهني في 18 محافظة، وتنفيذ 876 برنامج تدريبي، وده بالتوازي مع استكمال برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي. مفيش حلم بيبقى حقيقة من غير تحديات، ويمكن مفيش أكبر من تحدي أزمة كورونا اللي وقفت كل مصانع العالم، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على أكبر الاقتصاديات في العالم، وده أثر على مصر في رفع فاتورة الاستيراد. الدولة واجهت الأزمة وفكرت وقررت إنها لابد من توطين الصناعة للمنتجات اللي بنستوردها بشكل كبير، وعلشان كده ظهرت مبادرة ابدأ اللي كان الشغل الأساسي بتاعها تسهيل الإجراءات على أي حد عنده فكرة للتصنيع المحلي وتقديم كل الدعم اللوجستي والمادي. وبدل ما كنا بنصدر ثرواتنا خام لغيرنا عشان يصنعها، بقينا نصنعها احنا ونكفي سوقنا المحلي وكمان نصدر لغيرنا. الباص ده مكتوب عليه الصنع في مصر، الجملة اللي بقت متداولة في الأسواق العالمية. مش غريب دلوقتي تلاقي الجملة دي على منتجات في أسواق كتير حوالين العالم، وده يمكن قدر انه يخفض العجز في الميزان التجاري لحوالي 42.8 مليار دولار، ولسه الرقم هيقل اكتر طول ما مصانعنا شغالة. وصلنا بالقطاع الصناعي انه يساهم ب 16.8% من الناتج المحلي الاجمالي. كل الارقام يمكن تفهمها اكتر لما تعرف ان قطاع الصناعه في مصر مشغل اكتر من 3.7 مليون مصري. التطور الكبير في الصناعه خلانا نقدر نصدر ب 35.8 مليار دولار حجم الصادرات المصريه في 2022 بزياده 61.3% عن 2014. والحلم مستمر اننا نوصل هدفنا ل 100 مليار دولار صادرات مصريه. ملف الصناعه المصريين عملوا فيه معجزه، معجزه ما كانش هدفها بناء وتشغيل مصانع، لكن كان هدفها الاكبر انها ترجع مصر على خريطه الصناعه في العالم. الثامنه بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة حشد الرأي العام لمواجهة تحديات المياه بالنظر لزيادة السكانية. وقال الرئيس السيسي خلال حضوره فعاليات الجلسة الخاصة بالأمن المائي والغذائي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، قال الرئيس السيسي إن الدولة تحتاج إلى 2 ملياري متر مكعب من المياه سنويا لمواكبة الزيادة السكانية، وأن مصر بحاجة إلى 150 مليار متر مكعب مياه خلال العام 2040 مع زيادة السكانية الكبيرة. وخلال فعاليات جلسة التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين ضمن مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للأراضي الزراعية خلال الأربع سنوات المقبلة. وقال الرئيس السيسي أن 4 ملايين فدان الجديدة ستوفر فرص عمل لنحو 8 ملايين أسرة.
وخلال الجلسة أيضا أكد رئيس السيسي أن السوق العالمي يستطيع استيعاب كل ما نقدمه من كوادر مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تسويق فكرة قطاع الاتصالات والصادرات الرقمية في مصر للاستفادة منه. شب حريق ضخم بمدارية أمن الإسماعيلية صباح اليوم، وقامت قوات الحماية المدنية بجهودها لإطفاء الحريق، حيث تم السيطرة عليه وإخماد الحريق. وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق. وقامت الوزارة بالدفع بنحو 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدة توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة. وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا، رغم أن تقديم المساعدات إليها تم استثناءه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي. وقال بايدن في مداخلة من البيت الأبيض إن هناك شعورا سائدا بالحاجة الملحة ليقر الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. ولم يتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس مؤخرا لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأمريكية أي مساعدات جديدة لأوكرانيا في زمن الحرب، وذلك بموجب تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين الداعين لخفض الإنفاق. من جانبه أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا. وقال بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية إنه في مواجهة تهديد وجودي لأوروبا، فإن الاقتراح المطروح على الطاولة يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 100,000 لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ العملية العسكرية الأذربيجانية لاستعادة السيطرة على ناغورنو كاراباخ. يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى ناغورنو كاراباخ، وذلك للمرة الأولى منذ 3 عقود لتقديم الاحتياجات الإنسانية. في وقت لاحق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية إن البعثة تفقدت نقطة تفتيش عند حدود كاراباخ مع أرمينيا. ختام موجز الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. ملف من ضمن الملفات اللي اشتغلت عليها الدوله بشكل كبير جدا هو ملف الموارد المائيه، والهدف من ده هو توفير الاحتياجات المائيه لكافه القطاعات وتحقيق اقصى استفاده من كل قطره مياه، وكمان دعم مسيره الدوله لتحقيق التنميه الشامله والمستدامه في كل المجالات. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر، التحديات ازاي واجهناها وايه اللي اتحقق في ملف الموارد المائيه. معانا الدكتور خالد ابو زيد المدير الاقليمي للموارد المائيه بمنظمه سيداري. صباح الخير يا دكتور، اهلا بيك. صباح النور دكتور. خلينا نبتدي يعني الوضع ما قبل 2014، ايه اللي حصل؟ ابرز التحديات الداخليه في مجال الموارد المائيه. هو طبعا الحقيقه يعني مصر تعتبر من البلاد الفقيره في الموارد المائيه العذبه المتجدده. لدينا مصدر مائي وحيد وهو نهر النيل، وحصة مصر محددة ب 55.5 مليار متر مكعب في العام. وهذه الموارد المائية من مياه النيل لا تزيد، وطبعا الأمطار التي تسقط على مصر يعني لا تذكر في الحقيقة. فبالتالي مع زيادة عدد السكان وزيادة الاحتياجات المائية لتلبية
الاحتياجات في جميع القطاعات سواء الزراعه او الصناعه او الاستخدامات المنزليه، بنلاقي ان لابد من زياده الموارد المائيه المتاحه، وده طبعا صعب في وجود يعني مصدر مائي عذب وحيد. صحيح. فبالتالي لابد من سد هذه الفجوه المائيه اللي بتزيد مع الوقت بطرق هنتكلم عليها طبعا يعني، لكن في تحديات اخرى. هذا المصدر الوحيد ايضا ياتي من خارج حدود مصر، ومصر تعتبر الدوله رقم 11 في اخر مصب نهر النيل المتشاطئ مع 10 دول اخرى. ايضا الموارد المائيه الجوفيه المتاحه في مصر يا اما هي يعني بيعاد استخدامها من الرشح، من استخدام الحصة بتاعتنا بتاعت مياه النيل اللي هي نفس المياه ولكن بيعاد استخدامها مرة أخرى من المياه الجوفية في وادي النيل والدلتا، أو المياه الجوفية اللي في الصحاري، وده بتواجه تحدي آخر وهو أن هذه المياه غير متجددة، وبالتالي لازم يعني تستخدم بحرص شديد، وإذا يعني استنزفت لا تتجدد. كل هذه تحديات كبيرة بتواجه مصر في قطاع المياه والموارد المائية، وفي جهود طبعا كثيرة بتبذل لسد هذه الفجوة المائية. عظيم. دكتور خالد، فكان على الدولة بما أن حضرتك ذكرت كل هذه التحديات أن تتحرك. عايزين نعرف من حضرتك السياسة المائية اللي اعتمدتها مصر لتلبية احتياجات المائية الحالية والمستقبلية كمان لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر. طبعا بالضبط، يعني لو ما نيجي نشوف لنصيب الفرد من الموارد المائيه الان اصبح 500 الموارد المائيه العذبه المتجدده اصبح حوالي 560 متر مكعب للفرد في العام. حد الفقر المائي معروف ب 1000 متر مكعب للفرد في العام لسد الاحتياجات في جميع القطاعات. محتاجين مضاعفه الكميه، واحنا بنقترب كمان من حد الفقر الشديد او المضجع اللي هو 500 متر مكعب للفرد في العام. فبالتالي كان لابد من سد هذه الفجوة المائية بالتوجه إلى استخدام الموارد المائية غير التقليدية كأحد السياسات اللي اعتمدت عليها الدولة. وطبعا هذه الموارد المائية غير التقليدية بتشمل بقى التوجه إلى تحلية مياه البحر. اتخذ قرار بأن جميع المدن الساحلية تعتمد على تحلية مياه البحر أو تحلية المياه المالحة في الخزانات الجوفية الساحلية. وأيضا لما نيجي أقول يا دكتور إزاي ده ممكن يكون حافظ على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية باستخدام الحاجات اللي حضرتك بتقولها وتحلية المياه؟ ويمكن تحلية المياه بتستخدم أكثر في الاستخدامات المنزلية، ولكن قطاع الزراعة بقى استخدمت سياسة أخرى وهي إعادة استخدام المياه المعالجة سواء مياه الصرف الزراعي، وده يمكن مصر عملت أكبر مشروعات في العالم، أكبر محطات لمعالجة الصرف الزراعي في العالم، محطة المحسمة، محطة بحر البقر، ومحطة الدلتا الجديدة اللي سيتم افتتاحها قريبا. كل هذه الثلاث مشروعات دول فقط يعني بيوفروا حوالي 14.1 مليون متر مكعب في اليوم، يعني ما يقرب من 5 مليار متر مكعب سنويا. هذه المياه المعالجة بيعاد استخدامها بقى مرة أخرى في الزراعة، في قطاع الزراعة، ومكنت الدولة من التوسع في الرقعة الزراعية. طبعا يعني لما نيجي نحط بقى اعاده استخدام المياه وتحليه المياه المالحه مع بعض، فده بيعتبر يعني سياسه مهمه جدا، لان مع الوقت الصرف ده بيزيد، كل ما عدد السكان بيزيد كل ما التوصيل المياه المنزليه بيزيد، كل ما الصرف الناتج عن هذه الاستخدامات 80% من المياه اللي بتوجه الى القطاع المنزلي بتعود مره اخرى كصرف، وبالتالي لابد من الاستفاده من هذا المورد المهم. وهذا الصرف يعني جزء منه بعد معالجته من محطات الصرف الصحي بيوجه ايضا الى المصارف الزراعيه
فبيفيد أيضا في زيادة المتاح من مياه الصرف الزراعي. وده دكتور خالد اللي حضرتك بتذكره دلوقتي هو اللي أكد عليه سيادة الرئيس امبارح، قال إن الدول اللي بتعاني من ظروف اقتصادية صعبة مفيش قدامها حل غير إن هي تفكر في أفكار مختلفة. فإحنا عارفين مواردنا من المية ومواردنا ثابتة، مصر دولة ما فيهاش مطر، المطر فيها شحيح جدا، وزي ما حضرتك ذكرت الموارد بتاعتنا بالنسبة للمياه، فكان علينا ان احنا نفكر في اننا نعيد استخدام هذه المياه مرة اخرى. فكرة التنوع يا فندم زي ما حضرتك ذكرت ما بين المحطات، محطات لتحلية مياه البحر، محطات اخرى لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصرف الزراعي، استخدام مياه الابار، فكرة التنوع اهميتها ايه يا فندم؟ والله احنا دايما بنقول ان لابد من استخدام المورد المائي المناسب في الاستخدام المناسب في المكان المناسب. لازم التنوع، لان عندنا قطاعات مختلفه، عندنا قطاع الصناعه، قطاع الزراعه، قطاع الاستخدامات المنزليه، يعني يمكن صعب تعيد استخدام مياه الصرف في الاستخدامات المنزليه للشرب مثلا، ولكن يمكن استخدامها في الزراعه. وهناك ايضا كود مصري لاستخدام لاعاده استخدام مياه الصرف في الزراعه، بيحدد على حسب كل درجه من درجات المعالجه ممكن نزرع بها ايه، بحيث يكون زراعه امنه وصحيه وليس بها اي اضرار. فبالتالي هذا التنوع مطلوب. في مكان اخر مثلا ممكن تكون المياه الجوفيه من انقى ما يمكن، لانها ولا تحتاج الى معالجه، فبالتالي ممكن انها تستخدم في الشرب وفي استخدام تعبئه الازايز للشرب. مكان اخر ممكن تكون المياه من ناتج صرف صناعي يعاد استخدامه ايضا في الصناعات اللي هي بتستخدم في الصناعات غير الغذائيه مثلا. فكل هذا التنوع مطلوب جدا في مناطق ساحليه، مناطق ساحليه بعيده عن نهر النيل، بعيده عن مصادر المياه الجوفيه العذبه، فبالتالي انسب حاجه ليها هي تحليه المياه المالحه. فهذا التنوع طبعا مطلوب في السياسه المائيه لتلبيه الاحتياجات المختلفه في الاماكن المختلفه بموارد مائيه مختلفه. طيب قطاع الري، يعني احنا شايفين كل الحاجات اللي حصلت فيه المختلفه خلال السنين اللي فاتت، انجازات كبيره حصلت فيه، لو اتكلمنا عن تفاصيل اللي حصل في قطاع الري في الفتره اللي فاتت. وطبعا بالاضافه الى هذه المحطات اللي بتستخدم في اعاده استخدام مياه الصرف في المعالج في الري، هناك ايضا مشروعات اخرى خاصه باعاده تاهيل الترع. يعني في وادي النيل والدلتا عندنا شبكة من الترع والمصارف تزيد عن 50,000 كيلومتر، يمكن من أطول الشبكات في العالم. مع مرور الوقت طبعا هذه القطاعات الخاصة بالترع بتكون يعني شكلها بيتغير، فالمية ممكن أنها ما توصلش لنهاية الترع، بيحصل فيها مثلا لما يحصل تطهير لهذه الترع ممكن الشكل بتاع الترع يتغير شوية فما توصلش المية لنهاية الترع. ممكن في بعض الأماكن تكون محتاجة إعادة تأهيل وإعادة تشكيل القطاع، في بعض الأماكن تكون محتاجة تبطين لتقليل الفواقد. فبالتالي كان مشروع إعادة تأهيل الترع ده مشروع أيضا مهم جدا، حتى تصل المياه لنهايات القنوات والترع للمزارعين اللي في النهايات، وايضا لتقليل جزء من الفواقد اللي ممكن يكون بيحصل من زياده المساحه المائيه او المسطح المائي، فبالتالي بيحصل ضخ زياده، تسرب للتربه زياده. ولكن طبعا هذه المشروعات لازم يعني بتنفذ بحرص شديد، لان جزء من التسرب ده بيروح للمياه الجوفيه، ممكن يكون في استخدامات للمياه الجوفيه من مستخدمين اخرين، فطبعا كل ده بيحتاج يعني وكلها دكتور خالد مرتبطه ببعضها. يعني لما نيجي نبص هنلاقيها منظومه مع بعضها. يعني احنا عايزين نتكلم دلوقتي عن موضوع تبطين الترعه، ده هدفه الحفاظ على كل قطره مياه عشان برضه ما يحصلش ارتشاح في الارض فيؤثر على الارض الزراعيه جنبها، وفي نفس الوقت نفقد كميات كبيره من المياه. عندنا على الجانب الاخر الري بالتنقيط عشان نقلل استخدام المياه، وبالمناسبه ري بالتنقيط برضه من مياه هي الاخرى معالجه ومعاد استخدامها مره تانية. طيب اتفضل يا فندم. يعني كنت لسه هقول ان يعني المشروعات الاخرى هي مشروع تحديث الري وتطوير الري،
سواء يعني المناطق الصحراويه اللي هو في قانون بيجرب استخدام الري بالغمر في المناطق الصحراويه، هناك تشديد حصل في الفتره الاخيره على التاكيد على ان تستخدم طرق الري الحديثه للتنقيط او الرش في على حسب المكان وعلى حسب المزروعات طبعا في المناطق الصحراويه. وفي المناطق القديمه بقى في وادي النيل والدلتا تحويل بعض النظم من ري سطحي او ري بالغمر الى ري بالطرق الحديثه، وايضا تطوير الري السطحي نفسه، لان في هناك ري سطحي مطور ايضا بيقلل من الفواقد وبيساعد في الاراضي الطميه. وفي مجال يعني لو سمحت لي يا دكتور خالد، هو مرتبط بالنقطه اللي حضرتك بتتكلم بيها برضو، هي مساله الخريطه الصنفيه، استنباط اصناف جديده للمحاصيل الزراعيه بتقلل الاعتماد على المياه او بتستخدم مياه اقل، فده برضو نوع من انواع الترشيد في استهلاك المياه. صحيح، ده طبعا بقى في قطاع الزراعه، مفهوم، يعني بيعمل جاهدا على استنباط اصناف جديده تستهلك مياه اقل وتتحمل ايضا الملوحه وتتحمل الجفاف، نوبات الجفاف. احنا عارفين مع التغيرات المناخيه يعني درجات الحراره بتزيد، الاحتياجات المائيه بتزيد، البخر بيزيد، فبالتالي ممكن نضطر ان احنا الى نستخدم اصناف يعني تتحمل الجفاف لو حصل جفاف لفتره معينه او قله في المياه لفتره معينه او حصل ملوحه في المياه المتاحه نتيجه استنزاف بعض المصادر المياه الجوفيه مثلا. استنباط اصناف من الرز بتستخدم وتستهلك مياه اقل، الرز احنا عارفين ان هو بيستهلك مياه كثيره، فالحقيقه وزاره الزراعه ايضا صحيح يعني عملت على استنباط اصناف جديده تستهلك مياه اقل. عظيم، شكرا جزيلا يا فندم دكتور خالد ابو زيد المدير الاقليمي للموارد المائيه بمنظمه سيداري، شكرا جزيلا لك. مشروعات الري من الملفات اللي حصل فيها تطوير كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا مع اهتمام الدولة بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لترشيد استهلاك المياه، وده بالإضافة لمشروعات إعادة تدوير مياه الصرف بمحطات المعالجة الثلاثية، وطبعا تجميع مياه السيول والأمطار من المحرات في خزانات، وغيرها من المشروعات الكتير اللي حصلت. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الأمر وزي الدولة أدارت ملف الري، من المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. باشمهندس صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يا أهلا بيك. منذ أن انطلق هذا المشروع، المشروع القومي لتبطين الترع، عايزين نعرف إحنا وصلنا فيه لحد فين وأهمية هذا المشروع. مشروع تأهيل الترع بالحقيقة طبعا بيعتبر من أبرز وأكبر المشروعات اللي تم تنفيذها في مجال تطوير المنظومة المائية. تم خلال السنوات الماضية تأهيل أكثر من 7200 كيلو متر من الترع بتكلفة تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه. جاري حاليا العمل على تأهيل 3100 كيلو أخرى بتكلفة 10 مليار جنيه، وكمان جاري طرح حوالي 1500 جديدة بتكلفة 7 مليار جنيه. طبعا المشروع دوت يعني له مميزات عديدة، بيمكن الترع ان هي تستعيد وظيفتها المطلوبة منها، وهي توصيل المياه بكفاءة وعدالة لجميع المنتفعين على نفس الترعة، وتوصيل المياه لنهايات الترع. كان في ترع كتيرة بتشتكي المزارعين بالذات في نهاية الترع ان المياه مش بتوصل لهم بسبب ان القطاع المائي متهايل او القطاع مليء بالحشائش او بالمخلفات او غيره، وده كان بيمثل طبعا عائق ومشكلة كبيرة للعديد من المزارعين. طبعا تأهيل الترع كان له دور كبير جدا في استعادة القطاع المائي وفي حسم هذه المشكلة وتوفير المية بعدالة لكل مزارع، فبقاش في فرق بين المزارع في أول الترعة وآخر الترعة، والاثنين بياكلوا مية وبيوصلوا المية زي بعض، حتى يمكن في أراضي في نهايات الترع القيمة السوقية بتاعتها زادت، يعني كان زمان الأرض اللي في آخر الترع بتكون أرخص عشان فيها مشكلة ري، لكن لما الترعة بتتأهل تبقى المية في أول الترعة زي آخر الترعة، القيمة السوقية للأراضي اللي في آخر الترعة بقت مرتفعة زيها زي أول الترعة، ودي كلها من ضمن المكاسب اللي اتحققت مع مشروع تأهيل الترع. احنا عارفين إن في قرى وصل لها مشروع تبطين الترع وفي لسه قرى في المراحل القادمة، لكن هل في محافظات وصل لها ومحافظات لأ؟
لا لا، هو العمل في جميع المحافظات، هي تبقى الأولوية مش بالمحافظة ولكن الأولوية بمدى احتياج الترع للتأهيل. يعني احنا كنا ابتدينا بالترع المحتاجة للتأهيل الأول اللي هي الأكثر تضررا اللي وضعها أسوأ، وبننتقل إلى اللي حالتهم أحسن بعد كده وفي احتياج للتأهيل، ولكن مش الأولوية للمحافظات ولكن لاحتياج الترع للتأهيل. عظيم. باشمهندس محمد، زي ما حضرتك ذكرت انه الارض اللي كانت فيه نهايه الترع كمان مش بس كان سعرها بيكون رخيص نتيجه ان الميه ما بتوصلهاش، كان في كمان خلافات وخناقات كانت بتدور دايما بين المزارعين، لا انا اللي هروي الاول، لا انا ده كان بيحصل اعتقد وكان بيسبب مشاكل كبيره جدا. لكن احنا دلوقتي بهذا المشروع اولا بتطهير مياه الترع، ودي لازم نركز عليها لان بيكون فيها حشائش كتيره جدا، وهذه الحشائش بيكون موجود فيها حشرات بتؤثر بشكل كبير جدا على المحاصيل الزراعيه، وفي نفس الوقت التبطين للحفاظ على كل نقطة مية. ما هو ده الدور اللي الوزارة بتقوم بيه في مجال تطهير الترع. احنا شغالين على بعدين، بعد بيتمثل في تطهير الترع والبعد الاخر هو تأهيل الترع. اعمال التطهير احنا في عندنا 333 حوالي 33 الف كيلومتر من الترع، وايضا 22 الف كيلومتر من المصارف. شبكة ضخمة جدا بيتم تطهيرها بالكامل سنويا، ويمكن في بعض الترع بيتم تطهيرها مرتين إن احتاج الأمر للتطهير أكثر من مرة طبقا لحالة الترع نفسها، ولكن أعمال التطهير دي بتتم لجميع شبكة الترع والمصارف في كل أنحاء الوادي والدلتا علشان نضمن إن شبكة الترع والمصارف بالكامل قادرة على إمرار التصرفات المائية لكل المزارعين. تمام، لكن اعتقد انه بعد التبطين ما بنحتاجش بقى لعمل التطهير، خلاص بنوفر حتى الفلوس اللي كانت بتنفق على ده. التطهير لا، مش هيكون في الحشائش او التطهير بالشكل اللي احنا بنشوفه في الترع الغير مؤهله، لكن طبعا ممكن يكون في بعض اعمال النظافه البسيطه وارد طبعا، بعض المخلفات اللي للاسف ممكن بعض المواطنين بيرموها، ولكن طبعا مش هتكون زي اعمال التطهير الضخمه اللي بتتم للترع الغير مؤهل. القيمة السوقية للأراضي اللي وصل لها أو اللي حصل حواليها تبطين للترع أعتقد حضرتك قلت إنها ارتفعت بشدة، إزاي بقى نقدر نقول إن بعد لما حصل تبطين للترع في رقعة زراعية زادت بعد تبطين الترع؟ طبعا في أراضي يعني على سبيل المثال في الفيوم وغيرها كانت المية مش بتوصل لها أصلا، يمكن من 10-15 سنة كانت أراضي بور، المزارعين سابوها لأن المية مش بتوصل. تأثير الترع خلى المية توصل لنهاية الترع، توصل لهذه الأراضي، وبالتالي بعض الأراضي البور اللي ما كانتش بتتزرع بقت بتتزرع، ودوت مكسب كبير الحقيقة يضاف إلى المكاسب الأخرى لأعمال تأثير الترع. أكيد. طيب هل عندنا خطة يا فندم للاستفادة من مياه الأمطار وإحنا عارفين هي قليلة في مصر؟ طبعا إحنا عندنا مشروعات كتير، إحنا في خلال السنوات الماضية تم تنفيذ أكثر من 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول، وإحنا هنا بنتكلم على تحقيق هدفين في نفس الوقت. أنا بعمل منشآت للحماية من أخطار السيول بتحمي المواطنين وبتحمي البنية التحتية وبتحمي المنشآت من الأخطار التدميرية للسيول، وفي نفس الوقت بتقدر تحصد كميات من مياه الأمطار في هذه المنشآت اللي تبقى عبارة عن سدود وبحيرات صناعية بتتجمع فيها هذه المية. يمكن ميزة هذه المنشآت إن هي موجودة في مناطق صحراوية، فالتجمعات البدوية الموجودة في هذه المناطق بتقدر تستفيد من هذه الكمية من المية في هذه البحيرات الصناعية، سواء من خلال الاستخدام المباشر من سطح البحيرة لاحتياجات الشرب واحتياجات الرعي وخلافه، أو من خلال أنه بيحصل ترشيح طبيعي من قاع هذه البحيرات الصناعية. المية بتنزل بشكل طبيعي بتغذي الخزانات الجوفية الموجودة أسفل هذه البحيرات، والأهالين من خلال بعض الأبار السطحية القصيرة يقدروا أنهم يرفعوا هذه المية مرة تانية ويستخدموها. وجود مصادر المية سواء من البحيرة نفسها أو من الآبار الجوفية بيحقق قدر كبير من الاستدامة والاستقرار لأهالينا البدو في المناطق اللي بيتواجدوا فيها. عظيم جدا. باشمهندس محمد، لفترة من الفترات كان في تجاوز على الأراضي الزراعية، وده دفع الدولة مرغمة أن هي تتحرك نحو الصحراء لاستصلاح أراضي جديدة كلفتنا مليارات الجنيهات. لكن مع ده الناس برضو حابة تعرف احنا وفرنا المياه ازاي لهذه المشروعات الكبيره اللي هنتكلم عن الدلتا الجديده مستقبل مصر وتوشكا.
هو الحقيقه احنا يمكن عندنا تحدي كبير جدا في مصر كلنا بنبقى عارفينه، وهو تحدي محدوديه الموارد المائيه. احنا مواردنا المائيه محدوده، ما عندناش رفاهيه ان احنا نتوسع على هذه المياه المحدوده، وعشان كده التوجه هو التوسع على المياه المعاد استخدامها، مياه الصرف الزراعي اللي بيتم اعاده استخدامها. وطبعا احنا عندنا هنا مجموعه من المشروعات الكبرى اللي يمكن الكل شايفها وعارفها، مشروعات معالجه المياه في بحر البقر، معالجه المياه في الحمام، مشروع المحسمه، مشروعات كبيره. احنا بنتكلم هنا عن مشروعات هي الاكبر على مستوى العالم، طاقه بحر البقر بتاخد 5.6 مليون متر مكعب، وهي المحطه الاكبر على مستوى العالم، ودخلت مشروع جينيس باعتبارها الاكبر. ايضا محطه الحمام الجاري انشائها، ودي اكبر حتى من محطه بحر البقر، بتلقت 7.5 مليون متر مكعب، ودي هتكون هي الاكبر فورا نحوها باذن الله. في عندنا مشروع المحسنه بمليون متر مكعب في اليوم. هي مشروعات كثيره وعديده غير اعمال اعاده الاستخدام اللي بتتم على امتداد شبكه الترع والمصارف على امتداد الوادي والدلتا، عمليه اعاده استخدام وتدوير مستمره لمياه الصرف الزراعي 3 و4 و5 مرات لحد ما بنوصل لنهايه شبكه الصرف الزراعي، وبناخد الميه دي بنعالجها في بحر البقر والحمام والمحسمه. فيعني احنا بنستفيد بكل نقطه ميه، صحيح بنستغل كل نقطه ميه لاقصى درجه علشان نقدر نعمل التوسعات الزراعيه اللي احنا بنستهدفها. شكرا جزيلا يا فندم المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري. مشاهدينا احنا لسه مكملين معاكم، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم حكايته. ملف الامن الغذائي واحد من اهم الملفات اللي كانت بتمثل تحدي كبير جدا للدوله خلال السنوات التسع اللي فاتت، خاصه مع الزياده السكانيه الكبيره وكمان التغيرات المناخيه والتحديات الصحيه. بس مصر قدرت ان هي تتجاوز كل ده وتحقق نجاح كبير في هذا المجال. خلينا نعرف اكتر عن التحديات والانجازات اللي واجهت ملف الزراعه والامن الغذائي من الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعه ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذه منى. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. لما نيجي نتكلم في البدايه، يعني تحديات كتير واجهت قطاع الزراعه خلال السنين الاخيره، نقدر نقول ان ازاي قدر يتغلب على التحديات دي؟ ولو نسرد بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا يعني شكرا جزيلا للفرصه اللي نتكلم مع الناس، وكل عام وحضراتكم وكل المصريين بالف خير وسلام. امبارح كان الكلام واضح جدا بخصوص ملف الامن الغذائي، وطبعا في ظل الظروف التحديات الموجوده على مستوى العالم، هذا الملف ملف الامن الغذائي اصبح جزء لا يتجزا من الامن القومي والاقليمي كمان للدول والكثير من التجمعات الاقتصاديه الكبيره. مصر الحمد لله رغم محدوديه الكبيره جدا، وده بسبب طبعا الموقع الجغرافي، محدوديه المياه في المقام الاول، مصر بلد جافه غير مطيره، طبعا المياه هي المحدد الاساسي للزياده في الرقعه الزراعيه، وبالتالي في محدوديه في الرقعه الزراعيه، وكمان لفترات طويله للاسف حصل تعديات وغيره في عشرات السنين مضت. ده كان اكبر تحدي قابل الدوله في الجمهوريه الجديده في خلال العشر سنوات الماضيه، وبالتالي كان امام الدوله انها لازم تنحت في الصخر، وبالظبط ده اللي حصل. وده كان مجمل الكلام حوالين ما يسمى بالتوسع الافقي، ان البلد نحتت في الصخر عشان تضيف رقعه زراعيه تجاوزت 1.7 او دخل على 2 مليون فدان. خلي بالك ان 2 مليون فدان في ظل هذه الظروف، ان الدول كلها بتفقد ملايين الافدنه والهكتارات بسبب الظروف والجفاف والتغيرات المناخيه وغيره، يعني يبقى في بلد في العالم اسمها مصر بتضيف مئات الالاف من الافدنه سنويا لرقعتها الزراعيه المحدوده. وبالتالي خلينا نتكلم كلام للناس عشان يفهموه، كلام بسيط بالورقه والقلم. أنا الحمد لله في مصر ما عنديش أزمات غذائية زي دول كتيرة، يعني في ما فيش ناس بتخش سوبر ماركتات أو تروح للأسواق وتلاقي في محصول اختفت، ما حصلش في مصر خلال السنوات اللي مضت، وما حدش سأل نفسه أبداً هو ده من إيه؟ يعني عدم اكتفاء أي سلعة، وطبعاً بعد فضل ربنا، لا بسبب إن البلد دفعت مليارات المليارات في استصلاح أراضي، وفي إقامة بنية تحتية قوية، وفي توسع رأسي وزيادة إنتاجية الفدان على مدار التسع سنوات اللي مضت، وكأن اللي حصل ده ما حصلش في تاريخ مصر في الزراعة. يعني لو جينا نتكلم على محدودية الموارد الموجودة أرض ومية،
لا كان هيبقى في مشكله كبيره في ملف الامن الغذائي، كان هيبقى مشكله كبيره جدا ان الناس هتنزل الاسواق في اي وقت حتى لو معاها فلوس مش هتلاقي محاصيل اساسيه على المائده بتاعه الاسره المصريه. لا الحمد لله النتيجه كانت العكس تماما، وزي ما قلت حضرتك ما كانش مجانا، كانت الدوله ما فيش قدامها اي اختيار غير انها تدفع هذه المليارات مئات المليارات في الصحراء، يعني في الرمله تدفع مئات المليارات في الرمله عشان تحولها للمناظر اللي الناس شافوها امبارح في عرض السيد رئيس الجمهوريه السيد وزير الزراعه امام رئيس الجمهوريه امام مصر بحالها، شافوا الاراضي اللي كانت صحراء. صحراء من امتى الاراضي دي؟ من الاف السنين، وكانت فرص وعدت امام عشرات السنين مضت امام اعين الكل، محدش جاله جرأة ان يقترب منها ولا يقتحمها ولا يدفع كل هذه التكاليف. لا لازم نقول كلمه حق ولازم يكون عندنا انصاف ان الدوله دي عملت كتير جدا للحفاظ على هذا الملف، ملف الامن الغذائي، وده اللي خلى السلع متاحه للناس. طب هيبقى في سؤال يقول لك طب ما برضه الدنيا غاليه شويه بعض السلع، يعني قارن مع اي دوله متقدمه او ناميه هتلاقي ان ما زالت الاسعار في متناول الناس في مصر، حتى لو كانت الناس بيشتكوا نوعا ما من بعض السلع في فجوه او في نقص هنا او هناك، ولكن في المجمل العام لا الحمد لله نقدر نقول ان ملف الامن الغذائي الدوله المصريه وكل المجهودات اللي تمت حافظت على هذا الملف قدر الامكان وبذلت فيه مجهود كبير ودفعت تكاليف اكبر، لدرجه ان مشروعات الاستصلاح الكلمه اللي سمعناها من السيد وزير الزراعه امبارح تكافئ مشروعات خالده في ذاكره المصريين لسنوات كثيره مضت، وبالتالي لازم يكون عندنا انصاف في الحكم على مجهود دوله محدوديه في كل شيء ورغم ذلك حافظت على هذا الملف المهم وحافظت على غذاء الناس انه يكون متوفر للناس وما زال في امكانيه وفي امكانيه جيوب الناس انها تتعامل مع هذا مع هذه السلع بهذه الاسعار. طيب دكتور، في ظل الموارد المحدوده اللي بتمتلكها مصر في هذا القطاع، ازاي قدرت التقنيات الزراعيه الحديثه في انها تزيد من مساحه الرقعه الزراعيه؟ زي ما قلت لحضرتك بالظبط، انا عندي اراضي زراعيه موجوده في الصحراء مش قليله، ولكن هو المحدد الاكبر هو الميه. الميه لو عندي ميه، خلي بالك حضرتك انا دوله جافه، يعني المطر اللي بينزل في مصر لا يتجاوز 100 ملي وعلى مناطق معينه وفي توقيتات محدوده جدا، وبالتالي في بلاد اقل منا في الامن الغذائي وبينزل عليها 2000 ملي متر مطر في السنه، يعني 2000 طن 2000 يعني 2 طن على المتر المربع، 2 طن ميه على المتر المربع. ما فيش مقارنه تماما ما بين الموارد المحدوده الموجوده بالذات المياه وما بين الدول الثانيه، رغم ان الحمد لله الملف الامن الغذائي زي ما قلت لحضرتك في مكان امن، ومش السنه دي ان شاء الله ال 10 سنين اللي قدام كمان بسبب كل هذه الاجراءات. عظيم، في ظل كل هذه التحديات لكن قدرنا ان احنا نحقق هذه الطفره في هذا المجال. الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، شكرا جزيلا يا فندم. تم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات في ملف الكهرباء خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن. الفيلم استعرض حجم الاستثمارات اللي تم تنفيذها في مجال إنتاج الكهرباء وكمان تحديث منظومة نقل الكهرباء من سنة 2014 ولغاية دلوقتي. مفيش اقتصاد في أي دولة يقدر يقوم من غير مصادر للطاقة. افتكر معايا في 2011 و2013 كان حال البلد صعب، تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، ده غير العمليات الإرهابية والتخريبية لمحطات الكهرباء اللي كلفت أكتر من 650 مليون دولار، ووصل عجز إنتاج الكهرباء ل 6000 ميجا وات يومياً. الدولة نفذت استراتيجية متكاملة عشان نقضي على أزمة الطاقة من جذورها بتكلفة 1.8 تريليون جنيه. كان أهم أركانها تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وترشيد الطاقة وتحسين كفائتها وتقليل الهدر، وبلغ إجمالي الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 585 مليار جنيه. وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل وتوزيع الكهرباء من عام 2014 وحتى عام 2022 ما يقرب من 165 مليار جنيه عن طريق إقامة أكثر من 600 مشروع.
ليصبح عندنا قدرات مركبة قادرة على إنتاج 210 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء، وده في سنة 2022، من 105 مليار كيلو وات في الساعة سنة 2014، وده معناه إننا في 9 سنين بس قدرنا نزود إنتاجنا بأكتر من 100% من إنتاج مصر في تاريخها. نفذت الدولة العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، خلت مصر تاني أكبر دولة في المجال ده في إفريقيا، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 3 مليار دولار بنهاية عام 2021. فكانت النتيجة مجموعة من المشاريع العملاقة، منها محطة بنبان للطاقة الشمسية بيتم إنتاج حالياً 1465 ميجا وات، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات. اتنفذ المشروع على أرض أسوان بأيدي مصرية خالصة، ووفر أكتر من 20,000 فرصة عمل. إنشاء محطات خلايا فوتوفولتية في كومومبو والزعفرانة بقدرة إجمالية 76 ميجا وات، وكذلك محطات رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات، بالإضافة إلى محطتي رياح قطاع خاص رأس غارب وغرب بكر بقدرة إجمالية 500 ميجا وات. وكانت النتيجة تحقيق مصر زيادة بمقدار 480% عام 2021 في قدرات الطاقة المتجددة غير المائية مقارنة ب 2014، كما أن هناك عدد 7 مشروعات تحت الإنشاء رياح وشمس بإجمالي قدرات 3500 ميجا وات، وسيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2025، وده من خلال القطاع الخاص باستثمارات أجنبية مباشرة تصل ل 4.5 مليار دولار. جاءت مصر في المركز الـ 32 بين الـ 141 دولة عام 2019 في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وتالت أكبر دولة في توليد طاقة الرياح في إفريقيا في 2020. عشان توصل نسبة الزيادة في الناتج المحلي لقطاع الكهرباء عام 2022 ل 304% مقارنة بعام 2014. واستكمالاً لإيمان الدولة بأهمية الحد من الانبعاثات الكربونية، بتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 144 مليار دولار بحلول عام 2035. وبالفعل تمكنت مصر من تصدير الطاقة الكهربائية بكمية بلغت 790 مليون كيلو وات في الساعة عام 2022، بزيادة 75% مقارنة بعام 2014. وفي خلال 9 سنين تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ووقعت عدد من الاتفاقيات لإطلاق عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع قارات العالم الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا. يوم عن يوم إنجازاتنا في الطاقة بتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية اللي بنسعى لها لأجل خيرها يعم على كل أهالينا، وهي دي حكايتنا، حكاية وطن. التاسعة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة حشد الرأي العام لمواجهة تحديات المياه بالنظر لسيادة السكانية. وقال الرئيس السيسي خلال حضوره فعاليات الجلسة الخاصة بالأمن المائي والغذائي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، قال الرئيس السيسي إن الدولة تحتاج إلى 2 ملياري متر مكعب من المياه سنويا لمواكبة الزيادة السكانية، وأن مصر بحاجة إلى 150 مليار متر مكعب مياه خلال العام 2040 مع الزيادة السكانية الكبيرة.
وخلال فعاليات جلسة التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين ضمن مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للأراضي الزراعية خلال 4 سنوات المقبلة. وقال الرئيس السيسي إن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة لنحو 8 ملايين أسرة. وخلال الجلسة أيضا أكد الرئيس السيسي أن السوق العالمي يستطيع استيعاب كل ما نقدمه من كوادر مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة تسويق فكرة قطاع الاتصالات والصادرات الرقمية في مصر للاستفادة منه. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج راسخ بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتسيير إجراءاته بسرعة مطلوبة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل. وتقدم الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب 1 أكتوبر. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمديرية أمن الإسماعيلية صباح اليوم. وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين جراء الحريق، كما قامت الوزارة بالدفع بنحو 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق، مؤكدة توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة. وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لنحو 12 مصابا في موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا رغم استثناء تلك المساعدات من إجراءات تجنب الإغلاق الحكومي. وقال بايدن خلال تصريحات صحفية إن هناك شعورا سائدا بالحاجة الملحة ليقر الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. من جانبه أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا. وقال بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية إنه في مواجهة تحدي وجودي لأوروبا، وإن الاقتراح المطروح على الطاولة يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 100,000 لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ العملية العسكرية الأذربيجانية لاستعادة السيطرة على ناغورنو كاراباخ. يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى ناغورنو كاراباخ، وذلك للمرة الأولى منذ 3 عقود لتقييم الاحتياجات الإنسانية. في وقت لاحق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية إن البعثة تفقدت نقطة تفتيش عند حدود كاراباخ مع أرمينيا. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. قادة النصر محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوي. المشير محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوي هو واحد من أبطال أكتوبر العظام الذين ألقوا الرعب في نفوس العدو. ولد محمد علي فهمي في 11 من أكتوبر عام 1920 بمحافظة الجيزة،
والتحق بمدرسة فؤاد الأول حتى أتم تعليمه الأساسي، ثم التحق بالكلية الحربية عام 1938، وفور تخرجه التحق بسلاح المدفعية متخصصاً في المدفعية المضادة للطائرات. وتدرج فهمي في المناصب وعمل بهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم تولى قيادة المجموعة السادسة مدفعية مضادة للطائرات بألماضة، ثم صار رئيس لأركان الفرقة الخامسة مدفعية. ولم يكتفي بما وصل إليه من معرفة، لكنه سافر إلى الاتحاد السوفيتي وتلقى دورة من الأكاديمية العليا للدفاع الجوي. وبعد 5 يونيو عام 1967 طلب منه الرئيس جمال عبد الناصر وضع تصور لتطوير منظومة الدفاع الجوي. وفي يونيو 1969 تولى اللواء محمد علي فهمي منصب قائد الدفاع الجوي، ولعب فهمي دوراً مهماً في حرب الاستنزاف، وشارك في إنشاء حائط الصواريخ ليضع حداً لتوغل الطيران الإسرائيلي داخل الأجواء المصرية، واستمر في منصبه حتى عام 1973. حاول العدو بكل الطرق اختراق الحدود وضرب المواقع المؤثرة في بورسعيد والسويس والإسماعيلية والدلتا، لكن رجال محمد علي فهمي كانوا له بالمرصاد وألحقوا خسائر فادحة لقواته الجوية، حتى أصدرت القيادة الإسرائيلية الأوامر لطياريها بعدم الاقتراب من قناة السويس خوفاً من الدفاع الجوي المصري. قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات اللي تم تطويرها ودعمها في السنوات اللي فاتت، والدولة اشتغلت على استراتيجية طموحة لتوطين التكنولوجيا في العديد من الصناعات، وكمان تقديم حزم تحفيزية لتشجيع قطاع الصناعة. بكل تأكيد عايزين نعرف تفاصيل عن هذا الموضوع، هذا القطاع المهم اللي حدث فيه طفرة خلال الفترة اللي فاتت، من الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب. يا دكتور أيمن صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى سادة المستمعين المشاهدين. يا أهلا بيك. إحنا طبعا متميزين في العديد من الصناعات، لكن هذا القطاع شأنه شأن قطاعات عديدة حصل ليها إهمال لفترة من الفترات. إزاي قدرت الدولة تتجاوز هذا الإهمال وتحقق طفرة في مجال الصناعة؟ الحقيقة طبعا مجهودات الدولة واضحة في هذا الإطار في مناحي متعددة. أولها على سبيل الحصر مثلا، بنتكلم على بنية تحتية لم تكن موجودة من قبل، بنتكلم على وجود خريطة صناعية حطت لمصر، ما كانش في حاجة اسمها خريطة صناعية في مصر، وكان الصناعة دي مهملة بالشكل اللي كل حد عايز يعمل أي مشروع يعمله خلاص. النهاردة في خريطة صناعية بنقول فيها دي المشروعات دي محتاجينها ودعمها هيكون كبير جدا، هذه القطاعات مصر لازم تنمو فيها، هذه الآلية من التخطيط لم تكن موجودة أساسا من قبل. فده الفترة الأخيرة تعامل في الدولة الحقيقة، دي حاجة مهمة. الحاجة الثانية المناطق الصناعية، وكانت بتعد كده منطقة صناعية في الصحراء ما نوصلهاش لا طريق ولا ترفيق ولا كهرباء ولا مية. النهاردة لأ، فيش منطقة صناعية موجودة ولا مطروحة إنها يبني عليها مصانع إلا ووصل لها الكهرباء، وصل لها المية، وصل لها المرافق العامة كلها. الطرق وشبكة الطرق الكبيرة اللي اتعملت والأرقام الكبيرة اللي اتصرفت عشان الأماكن المصانع دي تنقل ببايعها وتعرف توصل للأسواق ما كانش موجود قبل كده، اتعملت السنة دي. المواني اللي اتعملت في مصر عندنا 13 مينا اتعملوا السنة دي فقط، 13 مينا لسيادتك عشان نكون عارفين برضو، في دول ما عندهاش مينا حد دلوقتي ولا عندها من مينا ولا اتنين في حياتها كلها. احنا عملنا 13 مينا جديدة خلال العام الموازني 23-24 و22-23، دي أرقام الحقيقة اتصرفت عظيمة جدا عشان خاطر يبقى عندنا انفتاح على العالم، وان المصدر في مصر أو المنتج المصري يقدر يخرج بضاعته غير الاول خالص. كان عندنا مشكله كبيره منظومه الصادرات اللي كان فيها ازمه كبيره جدا، ما كانش فيه الدعم يوصل لمستحقيه على مدار العقود الماضيه كلها. النهارده حد اقصى 4 شهور بيكون المصدر حافل التصدير بتاعه وخده. اجراءات التصدير اللي كانت بتقعد بالايام والشهور عشان تصدر المنتج بتاعك، كان فيه منتجات زراعيه بالتحديد كانت بتبوظ قبل ما توصل، قبل ما تخرج من مصر اساسا. النهارده في خلال ساعات 7-8 ساعات ولا حاجه بيكون اي شحنه بضاعه خرجت بره مصر، وده برضو عشان منظومه متطوره جدا اللي اتعملت. الدعم اللي اتعمل للصناعه بالتحديد المرتبط بفكره الاعفاء اللي اداه الرئيس ل5 سنين اعفاء، دي حاجه مشجعه جدا ومحفزه جدا، وهي دي الحاجه اللي احنا بنعول عليها. وال5 سنين دول هيتبدلوا ل10 سنين اذا كان هذا الاعفاء مرتبط بسلع استراتيجيه او صناعات محدده بتنشطها الدولة. فكرة ربط الدعم بقى بالخريطة الصناعية ده ما كانش موجود من قبل. ما تم من مبادرة الرئاسية ابدأ
مبادرة توطين الصناعة المصرية. هذه المبادرة اللي نقلت شكل الشباب بقى وحركت القوى العاملة في الكفور والنجوع، ونزلت المبادرة الرئاسية المحترمة إلى كل ربوع مصر المحروسة، وخدت شباب الخريجين وشغلتهم وطورت لهم أدائهم وبسطت لهم في دراسات جدوى صغيرة بتاعتهم وطورتها وادت لهم تمويل وابتدت تشتري منهم منتجاتهم. لا حاجة عظيمة هذه المبادرة، وإحنا طلبنا أكتر من مرة المبادرة دي تتوسع، بدل ما هي شغاله بس على المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر تبقى المتوسطه والكبيره كمان. هذه الاليه للاستثمار لابد ان تعمم وتبقى على مستوى المشروعات الكبيره ايضا، يعني دي طريقه محترمه للتعامل مع المصنع او مع المستثمر عموما. فالحقيقه لا، العديد من المبادرات تمت، يعني الحقيقه الدوله المصريه انتقلت نقله كبيره، لان دي قياده سياسيه حقيقه معنيه بالامر واعيه، بتشعر من كلام القائد فتحي السيسي الحقيقه دقه شديده جدا في اختيار الالفاظ والارقام، ده معناه ان سيادته متابع بشكل دقيق جدا جدا ما يحدث على ارض مصر من اسكندريه لاسوان ومن شرقها لغربها بالفعل. يعني دي حقيقه مؤكده لابد ان كل مواطن مصري يكون يعلمها، احنا عشان عندنا فرصه بتخطى الموازنه وبنشوف الارقام الحقيقيه والموازنات الحقيقيه وحجم التصدير الحقيقي زاد ولا ما زادش. طبعا عندنا كثافه سكانيه كبيره جدا بتخلص على كثير من انتاجنا بصراحه عشان نبقى واضحين برضه، ولكن الانتاج زاد بس احنا زياده اكبر سكانيا انا عارف، انما احنا طب ازاي حصل دعم للانتاج ده علشان الانتاج ده يزيد والتصنيع يقدر ياخد ثقه، المواطن المصري يقدر يبقى واثق في المنتج المصري ويتاكد ان في كواليتي جياله او جوده جيده جياله، ازاي ده حصل مع قطاع التصنيع كله؟ احنا محتاجين حاجتين بصراحه شديده جدا، رقم واحد ما تقوم به الدوله رائع ومفيش مشكله فيه، ما عندناش اشكاليه ومحتاجين المزيد. رقم اثنين هي ثقافه المواطن المصري ونظرته للمنتج المصري، دي الحقيقه مهمه جدا. يعني الحكومه بدورها النهارده خلاص طلعت قرار بتقول فيه ان الاولويه للمنتج المصري في شارع الحكومه نفسها، ده طبعا شجع كتير جدا من الصناعات المصريه. اما المواطن المصري لابد له ايضا ان يشعر. طب معلش يا دكتور هقطع حضرتك وحضرتك بتتكلم، حضرتك بتقول ده شجع المنتج المصري، شجعه ازاي؟ لما بقى الاقي زي ما بنقول كده باللغه الدارجه سحب على الانتاج، ده خلاه يعدل ويجود ويتاكد من الجوده اللي بيقدم فيها، يطور من المنتج بحيث ان هو ما هو فلوسه مش متشاله او محبوسه في مجموعه من المنتجات وما بتتباعش. ببساطه شديده جدا انا النهارده مصنع مصري صغير. كويس، انا النهارده بانتج مثلا ولا بيكون مثلا كراريس ورق او كشاكيل ورق بتاعت المدارس بتاعت الاطفال. تمام كده؟ ده موجود، هذه المصانع موجوده في مصر بالفعل. انا النهارده لو الحكومه بتاخد مني كميات من دي كبيره، انا كمصنع اشتري بدل المكنه اثنين وثلاثه، هدور ادائي واداء العامل اللي عنده، اجيب تكنولوجيا احدث وهكذا. صح كده؟ طب الحكومه عملت دورها في ده الحقيقه، وابتدت تحط اولويه للمنتج المصري، وبقت كل الدوله الحكوميه وانا في عضو في الخطه والموازنه بتكلم حضرتك من مكان يعني يعلم ما يدور. تمام كده؟ بنشتري كافة المنتجات المصرية دي الأولوية القصوى عندنا، بعد كده بندور على المستورد إذا ما كانش عندنا بديل لمصر، كويس؟ لو شعب مصر كله بينتهج هذه النهج، طبعًا أنا كراجل مصنع مثلًا هيجي لي دخل أكبر بكتير، هطور من أدائي، هطور من مصنعي، هكبر خط إنتاجي، مصنعي الصغير بينتج مثلًا 100 كرتونة ولا 100,000 كرتونة هيبقى 200,000 كرتونة و300,000 كرتونة وهصدر. طبعًا. إذن التعويل على المنتج المصري نفسه إحنا كشعب لابد ننظر ليه، حتى لو كان هو اقل جوده شويه، تاكد انه هتطور من النجاح بتاع البيع، لان كل ما بيع اكتر كل ما هكسب اكتر كل ما هطور منتجي، مش كده برضه؟ طبعا اكيد. دي الحقيقه محتاجه بس يعني ايه من المواطن المصري، يعني كلمه صنع في مصر لازم تبقى برضه عزيزه عليه هو كمان. طيب دكتور ايمن، وفقا للخريطه الصناعيه زي ما حضرتك ذكرت، اي قطاع من قطاعات الصناعه احنا محتاجين نكثف العمل عليه خلال الفتره اللي جايه، نشجع المستثمرين اكتر عشان يدخلوه؟ الحقيقه احنا بنتكلم في تصنيع، ودي يعني فاتحينها للقطاع الخاص فقط، الحكومه مش هتستثمر فيها على الاطلاق عشان نشجع القطاع الخاص فيها، هي صناعه التكنولوجيا. صناعه التكنولوجيا سيادتك هي تكاليفها اساسا بسيطه جدا ولكنها ثمن شرائها غالي جدا. فالكليات اللي فتحتها الدوله، معلش احنا فتحنا حوالي النهارده 8 جامعات مرتبطه بالتكنولوجيا والحاسب الالي وتطوير هذه الصناعات، عشان نطلع مبرمجين وعشان نطلع هندسه برمجيات وعشان نطلع حاسبات تكنولوجيا وهكذا، كويس كده؟ هذه الكليات اهو بنيه تحتيه برضو موجوده وشباب هيطلع فاهم في هذا الكلام خلال سنه ولا اثنين بالاكثر. تمام كده؟ مصريين، وعندنا الحقيقه برضو مركز الحضانات بتاع وزاره الاتصالات المرتبط بالستارت اب
المرتبطه بالبرامج او البرمجيات عموما. الحقيقه عنده العديد من الملفات وبيرعى الشباب بيدي دورات وبيدي دعم للمنشآت الصغيره برضه في هذا الاطار. فصناعه الالكترونيات هي المستقبل، مفيش شك في ده. مثلا بالنسبه للسيارات مثلا احنا عملنا يعني عملنا مؤسسه كامله عشان ترعى فكره التصنيع بتاع العربيات ولا سيما العربيات اللي هي بالطاقه النظيفه عشان متوائمين مع العالم كله. صحيح. السيارات الكهربائيه طب لسه العالم كله بينتج، العالم كله بيبتدي في ثلاث اربع دول في العالم بس هم اللي بياخدوا هذه الصناعه، احنا من اول يوم اهو نبتدي نخش احنا كمان في السيارات الكهربائيه وتحويل هذه السيارات لكهرباء. ده برضه مشروع احنا داخلين فيه بشكل قوي الفتره اللي جايه. فالتكنولوجيا سيادتك هي المستقبل وهي اللي بننفق عليها ارقام ضخمه جدا، والخامات اللي بتستخدم في التكنولوجيا بتبقى قليله جدا وباسعار قليله، وبالتالي المكسب كبير جدا في النو هاو. تمام كده؟ فاحنا محتاجين الفتره الجايه القطاع الخاص يقوم بدوره بقى، وهو عنده اعفاءات وهو عنده اماكن مرفقه ومصانع مهيئه وعنده موانئ كبيره جدا، سواء كان هيجيب ولا هيودي بتاعته بره، كويس انه يشتغل. طيب لما نيجي نقول ان احنا شايفين معدلات النمو ما شاء الله عماله ترتفع، الصناعه دعمت ده ازاي؟ لا الصناعه فاتك هي الدعم السريع جدا 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 للنمو. الصناعه بتعمل حاجتين مهمين جدا، رقم واحد بتوفر على مصر مليارات الدولارات بشكل واضح كده اللي بننفقها عشان نجيب منتجات من بره حتى لو كانت منتجات بسيطه او صغيره او حرفيه صغيره، يعني بنتكلم في كراريس واقلام وبنتكلم في كلام بلاستيكيه، منتجات بلاستيكيه بسيطه جدا نقدر نعملها في مصر ببساطه شديده جدا. فالصناعه هتوفر ده كله، كمان هتشغل عماله عندي وهتخفض جامد جدا معدل البطاله الموجود. وبالتالي احنا بنتكلم على ان الصناعه اسرع طريق للنمو. فالصناعه طبعا هي اللي هتقود النمو بشكل اسرع بكتير جدا. الزراعه ما فيش شك انها بتساهم في ذلك، ولكن على مرحله موسميه يعني وقتها اطول. عظيم. حضرتك قلت ان الصناعات التكنولوجيه هي بس في النو هاو في المعرفه، احنا عندنا الكوادر بدانا نعد هذه الكوادر عشان يدخلوا هذه الصناعه، يتم توطين صناعه التكنولوجيا في مصر، وده شيء غايه في الاهميه اسوه بدول كثيره جدا في العالم اللي بيتجه نحو التحول التكنولوجي في كل الامور. واتكلمت كمان عن دعم المستثمرين، انا عايز اتكلم عن دعم صغار المستثمرين، الشباب الصغير مثلا اللي عايز ياسس شركه يفتح مصنع، ايه اوجه الدعم اللي وجهتها الدوله وقدمتها الدوله لهذا الشباب؟ المبادرة أنا في ده بشكل مباشر هرجع تاني أقول لسيادتك، المبادرة الوطنية المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعة المصرية إبدأ هي المبادرة الوحيدة الواضحة في هذا الإطار. الحقيقة ردت ليها الشباب الخريجين زي ما قلت لسيادتك بكافة النبوة والكفور، عملت لهم ورش صغيرة، عملت لهم مصانع صغيرة، عملت لهم ذللت كل البيروقراطية الغريبة جدا اللي كانت موجودة في الكيان الحكومي، وسلمت الشباب الأماكن الخاصة والتصنيع بتاعتهم، وهم بالفعل بدأوا الإنتاج. ولما احتاج منهم حد تمويل بقى ياخد تمويل بارقام بعيده جدا قد توصل لصفر احيانا في بعض المشروعات كتمويل. بعد كده ابتدت المبادره تشتري هذه المنتجات وتوزعها. احنا بنتكلم على نموذج مصري خالص ناجح جدا جدا جدا، لان الصناعات الصغيره والمتوسطه تطلع لفوق. المطلوب بس ان هذه المبادره يتعامل معها المستثمر الاكبر كمان. يعني احنا نجحنا ان احنا نحتوي كافه الشباب الموجود، نديله امل، نساعده، بدا حياته الحمد لله ما بقاش يفكر في الوظيفه الحكوميه او غيرها، وابتدى يبقى منتج في بلده، ويبقى في نوع من التفاؤل بهذه المبادره حقيقه يعني بشكل واضح. وانا شفت بنفسي ده في اكثر من محافظه، يعني انا بتكلم سيادتك من الواقع. احنا بنطلب بقى من وزاره هيئه الاستثمار ووزاره الصناعه يحذوا هذا الحذو ويتطور اكبر من كده شويه. يعني عايز المستثمر الاجنبي لما يجي بقى ما يلاقيش البيروقراطيه دي برضه. صحيح. فبتبقى سيادتك يلاقي سهوله جدا في انه يستلم مصنعه، يلاقي بساطه جدا في التعامل مع منتجه حتى لو كان هو مش مصري. انا بشجع في الاخر صناعه مصريه لانها على ارض مصر، هتشغل شباب مصر. وهتشغل طبعا شباب مصر، ما هو بيشتغل فيها مصريين، ولازم برضه الثقافه المرتبطه بالاستثمار الاجنبي توصل للشعب على اعتبار حاجه مهمه جدا. اللي بيجي يبني في مصر مصنع سيادتك ده بديه في مصر مش حاجه ثانيه، يعني يكسب زي ما يكسب، اهلا وسهلا، ما احنا عايزينه يكسب، هو جاي عشان يكسب. صحيح. يكسب راحته. بس انا كمان كسبت حاجات كتير قوي، كسبت تكنولوجيا اتعلمتها، كسبت شباب اتدرب، كسبت وقفه ايدي عامله، كسبت منتج موجود رخيص جوه بلدي ما بستوردوش بالدولار يعني او بعمله اخرى. فالعديد من المكاسب من الاستثمار الاجنبي احنا بنحتاجينه الحقيقه يعني.
طيب دكتور أيمن، لما نيجي نقول إن واحد من مشكلات أو من أكبر أسباب مشكلة ميزان المدفوعات والعجز في ميزان المدفوعات هي الفاتورة الاستيرادية الكبيرة، إزاي قطاع الصناعة قدر يساهم في حل جزء من فاتورتنا الاستيرادية الكبيرة؟ طيب طبعا ميزان المدفوعات والإشكالية بتاعته مرتبطة زي ما حضرتك قلتي بالتحديد بالظبط كده. إحنا بنتكلم على فاتورة استيرادية ضخمة جدا أو فجوة ما بين الاستيراد والتصدير، بنستورد اكبر بشكل واضح يعني ما بنستورد، وبالتالي عندنا اشكاليه توفير العملة الصعبه. انا لما همتك في بلدي هنا او اللي بيحصل دلوقتي على ارض مصر، الحمد لله ان احنا مصانعنا كتيره فتحت الصغيره دي بتنتج هنا وبتبيع هنا، انا خلاص كل منتجاتهم البديله ما بجيبهاش من بره، وبالتالي الصناعه طبعا فرقت كتير جدا في تقليل الفجوه. حتى الحمد لله احنا شايفين ان سعر الدولار ابتدى يستقر اكثر، والطلب عليه ما بقاش زي زمان. الازمات اللي كانت موجوده حتى للاستيراد الحاجات الاساسيه بقت سهله، ما بقاش عندنا الازمات الضخمه اللي كنا عايشينها السنه اللي فاتت مثلا. عظيم. دكتور ايمن محسب عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. خلال مؤتمر حكاية وطن تم عرض فيلم تسجيلي بيوضح الدور اللي قامت بيه الدولة في السنين اللي فاتت لدعم الاقتصاد وكمان تحقيق معدلات نمو في كل القطاعات. على مدار السنين كانت مصر بتعاني من عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو اللي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة، ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر ل 450 مليار دولار، وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 ل 13 مليار دولار في 2013، ووصل دين الموازنة العامة للدولة في 2014 ل 2.1 تريليون جنيه، وهو ضعف ما كان عليه في 2010. وصلت فاتورة الاستيراد لحوالي نص تريليون جنيه. العوامل دي كلها كان لازم لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة. واحنا موجودين عشان نفضل نشتغل. وفي 2014 الدفة اتغيرت وبدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر، وأول حاجة اشتغلت عليها البلد كانت السيطرة على الاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب. كنا بنقول إحنا عندنا استعداد نعيش 10 سنين من أكل، من غير أكل ومن غير شرب بس يبقى في أمان. ومن بعدها اشتغلنا على الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين عشان نبني البلد من تاني، وفوراً وضعنا خطة إصلاح اقتصادي شامل بدأت بتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب، بدل ما كان بيتسعر بأعلى من قيمته، فكان بيقضي على أي أمل لأي صانع مصري إنه يشتغل ويصدر. وفي نفس الوقت برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل أيضاً تغيرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية عشان خدمات الحكومة توصل لمستحقيها الحقيقيين. وبالتوازي اشتغلت البلد على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار عشان تكون جاذبة لرؤوس الأموال، فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر، فبدل ما كان تأسيس شركة بيستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوم، بعد القوانين والقرارات الجديدة بقى يقدر أي مواطن إنه يفتح شركة في خلال يوم واحد بإجراءين بس، ده غير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمات المستثمرين. أما على الأرض مصر ابتدت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات، كل المشاريع دي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد من تاني وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد، وده انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار، وانخفاض التضخم من أكثر من 33% لحد ما وصل في 2019 لأقل من 4%. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا. وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30% ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والأثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019
خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت لـ8 تريليون دولار، فأسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة، بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية، واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت لـ20%، والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل. وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل، بس احنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة، وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين لـ19 قطاع صناعي ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين بإجمالي وصل لـ10 مليار دولار، بزيادة ضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل لـ63 مليار دولار. محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن. يبادر القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليته في غرفة العمليات الرئيسية، اندلعت الشرارة. العدو كان منظم دفاعاته داخل مدينة الأنطرة شرق، تنظيم دقيق ومحتفظ ومنتشر باحتياطيات داخل المدينة وعلى أجنبها شمال جزيرة البلاح وفي منطقة الحرش شمال الأنطرة، بالإضافة لاحتياطيات على أعماق متتالية. وقد حققت عملية أنطرة ونفذت طبقا للتخطيط. فمع بدء التمهيد النيراني تم عبور قوات سترة بالإضافة لعناصر الصعقة ومجموعات الاقتناص اللي دفعت في العمق شرقا. فدفع مجموعات سترة بواسطة وحدات فرعية مدعمة للاستيلاء على الهيئات المتحكمة في النقطة القوية شمال البلاح اللي هي واضحة على الطبيعة، بالإضافة لقوات سترة أخرى استولت على الساتر الترابي وعلى الهيئات الموجودة جنوب الأنطرة اللي هي قدامنا دي، وقوة سترة أخرى استولت على الساتر الترابي شمال الأنطرة شمال النقطة رقم 4 اللي هو الساتر اللي بيحزم الأنطرة من اتجاه الشمال. والاستكمال عملية حصار المدينة بسرعة دفعت وحدة من وحدات الصعقة من جنوب ومن شمال الأنطرة بسرعة واحتلت الأطراف الغربية لمدينة الأنطرة من الداخل. وبكده يبقى أحكمنا حلقة الحصار الداخلي عن مدينة الأنطرة. وفي الساعة 1445 تقريبا سقطت النقطة القوية رقم 1 على الجانب الأيمن، وكان لقوات الأنطرة شرف رفع علم جمهورية مصر العربية على هذه النقطة القوية في هذا التوقيت. كنا
كنا بنتكلم مع حضراتكم من شويه عن اهم اللي حصل في قطاع الزراعه خلال الفتره اللي فاتت. دلوقتي هنتكلم عن اللي حصل في ايضا قطاع الثروه السمكيه والدواجن، واللي بيعتبر من اهم القطاعات الانتاجيه والاقتصاديه في مصر. ركزت الدوله على تطوير هذه القطاعات من خلال بناء انظمه زراعيه مستدامه بتستخدم نظم حديثه وشتلات اقل استهلاكا للمياه، وده الهدف منه هو زياده الانتاجيه وتقليل فاتوره الاستيراد. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من اللي اتحقق بقى من عوائد اقتصاديه في مجال الزراعه من الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه، وكمان نعرف تفاصيل اكتر عن الثروه السمكيه والتطوير اللي حصل في صناعه الدواجن وتربيتها. كلمنا يا دكتور عن الوضع قبل 9 سنين في مجال الاقتصاد الزراعي بصفه عامه. تمام، صباح الخير على سيادتك والساده المشاهدين. اهلا بك. طبعا قطاع الزراعه حقق انجازات كبيره جدا خلال الفتره الاخيره منذ تولي فخامه الرئيس امور البلاد في 2014. هذه الانجازات من اهمها طبعا المشروعات الزراعيه القوميه الكبرى، زي على سبيل المثال مشروعات استصلاح واستزراع الاراضي. احنا ماشيين في الوقت الحالي في استصلاح اراضي يعني من حوالي 3.5 ل 4 مليون فدان. زي ما سيادتك عارفه بدانا بالمشروع القومي اللي هو مشروع 1.5 مليون فدان، ثم عندنا مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديده، ايضا عندنا تشكى الخير وشرق العوينات ووسط وشمال سيناء والوادي الجديد. كل هذه مشروعات كبيره جدا في مجال استصلاح واستزراع الاراضي تم اضافتها الى الرقعة الزراعيه في الفتره الاخيره، ودي بتساهم بشكل كبير في زياده الانتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي وايضا توفير فرص عمل للساده المواطنين. عظيم جدا. لو هنتكلم مع حضرتك عن الاعمال اللي تمت في تطهير وتطوير البحيرات واعاده تاهيلها لزياده انتاجيتها من الاسماك. تمام، هو طبعا زي ما شفتك شفت امس وفخامه الرئيس وكان يعني بيناقش معالي وزير الزراعه ان هذه البحيرات تم تطويرها بشكل كبير، يعني كانت تعرضت يعني لنقص الانتاج في الفتره الماضيه، ففي توجه دلوقتي في الوقت الحالي ان احنا نطور هذه البحيرات وان احنا يعني نزود الزراعه فيها ونزود يعني بحيث في النهايه يعني تكون مؤهله للانتاج وتؤدي الى زياده الانتاج، ويعني وهيكون لها انعكاسات على الاسعار من المفروض. مظبوط؟ نعم يا فندم. يعني لما زياده الانتاج تتم ويكون في سمك متوفر بكميات كثيره وبانواع مختلفه، ده بكل تأكيد هيزود المعروض، فهيكون ليه انعكاساته على تخفيض الأسعار. طبعا مش عاوزه كلام. واحنا طبعا بالفعل احنا منذ تولي فخامه الرئيس 2014 كان انتاجنا السمك في مصر حوالي 1,500,000 طن. احنا الحمد لله في الوقت الحالي تجاوزنا 2 مليون طن. ده برضك انعكس بشكل كبير على وفره الاسماك في السوق المحلي، وزي ما سيادتك عارف برضك ان الاسماك ديت يعني بدائل للحوم الدواجن واللحوم الحمراء، ويعني ساهم بشكل كبير ايضا في استقرار الاسعار الى حد ما. طيب لما نيجي نقول ان حصل في تطور في السلالات نفسها، وده حصل من خلال كتير من مراكز بحوث سواء بقى الزراعيه او الحيوانيه وغيرها يا دكتور، لما نيجي نقول التطوير اللي حصل في البحيرات اللي موجوده بالفعل، هل ده اثر برضو على الثروه السمكيه بتاعتنا؟ ايوه زي ما قلت لسيادتك احنا طبعا يعني الاستزراع السمكي بيساهم بشكل كبير بحوالي 80% من انتاج الاسماك في مصر، فاحنا دلوقتي في توجه ان احنا ايضا نزود الانتاج من البحيرات بحيث ان احنا نوفر الزريعه، نوفر الاعلاف الجيده، نوفر المناخ الملائم، يبقى في حظر لصيد الاسماك في توقيتات معينه بكل الزراعه لسه فيها صغيره، فكل هذه العوامل يعني واخدينها في الاعتبار ان شاء الله تساهم بشكل كبير في زياده الانتاج في الفتره القادمه ان شاء الله وزياده المعروض في السوق المحلي، وده هينعكس طبعا على الاسعار زي ما حضراتكم قلتوا وتوفيرها للمستهلك بجوده عاليه وبسعر مناسب ان شاء الله. عظيم. اتكلمنا عن الزراعه الثروه السمكيه، عايزين نتكلم مع حضرتك عن الثروه الداجنه، ايه اللي تم فيه؟ تمام، هو طبعا زي ما سيادتك عارف الثروه الداجنه ايضا فيه اهتمام كبير ان احنا نزود نصيب الفرد من البروتين الحيواني وبشكل عام من لحوم الدواجن. احنا طبعا عارفين اللحوم الحمراء يعني بتسبب كوليسترول وبتسبب بعض المشاكل، ففي توجه عالمي
ان احنا يبقى نصيبنا نزود نصيب الفرد من البروتين الحيواني يكون من خلال زياده نصيب الفرد من لحوم الدواجن ومن الاسماك زي ما سيادتك عارف. احنا يعني كنا بنتكلم في الاسماك احنا تجاوزنا 20 كيلو جرام للفرد في السنه. ايضا في الدواجن الحمد لله نتيجه زياده الانتاج نصيب الفرد ايضا تخطى ال 20 كيلو جرام في السنه، وده هدف طبعا ان احنا نزود نصيب الفرد من البروتين الحيواني وخاصه اللحوم البيضاء. وطبعا زي ما سيادتك عارف احنا في الفتره الاخيره يعني وزاره الزراعه بالتنسيق مع البنك المركزي مع الجهات ذات العلاقه تم الافراج عن 5000 لصناعه الدواجن والماشيه، بحيث ان احنا افرجنا عن اكثر من حوالي 7.6 مليون طن منذ 16 ودي قللت سعرها برضو شويه يا فندم. اه طبعا الحمد لله احنا اعلاف الدواجن كانت يعني ارتفعت وصلت ل يعني الطن كان وصل حوالي 28 30 ألف جنيه. الحمد لله احنا بنتكلم في اعلاف الدواجن نزلت تحت ال 20 ألف جنيه 18 ألف جنيه 19 ألف جنيه، ده نتيجه سياده الافراجات الكبيره اللي قامت بيها الدوله في الفتره الاخيره لخامات الاعلاف، وده انعكس يعني ان شاء الله برضك في الفتره القادمه على هدوء اسعار الدواجن واسعار البيض. احنا طبعا حاسين في بعض الارتفاعات في اسعار البيض والدواجن في الفتره الحاليه، وده متواكب مع دخول المدارس بيزداد الطلب على البيض، وايضا بيتواكب مع المواسم الدينيه زي مولد النبي و27 رجب، وهذه المواسم يعني القادمه ان شاء الله بيكون فيها زياده طلب على منتجات لحوم الدواجن، لان زي ما سيادتك عارف احنا عندنا في الريف المواسم يعني انت سيادتك ليك اخوات وليك عمتك وحاجات زي كده، ففي المواسم دي لازم تودي كل واحده من قرايبك دولت فرخه وكيلو سكر واثنين كيلو رز والحاجات ديت، فده بيزود الطلب على هذه المنتجات في الفتره الحاليه. أكيد. طيب دكتور، دايما الدولة فاتحة بابها للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، نقدر نقول ماذا ينقص هذا القطاع لجذب مزيد من الاستثمارات؟ هو طبعا هذا القطاع يعني احنا شفنا البنية الأساسية اللي تم عملها في الفترة الأخيرة من طرق من كباري من بنية أساسية مياه كهرباء، كل هذه البنية الأساسية اللي تمت في المشروعات القومية الكبرى من شأنها أيضا أن هي تشجع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الزراعة، وأيضا عندنا طبعا وفرة الإنتاج الزراعي في جمهورية مصر العربية، ده بيساهم بشكل كبير في توفير فرص استثمارية في مجال تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها إلى الخارج. بس الحاجات دي ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات دكتور، أنا بقول إيه اللي ممكن يشجع الناس إنها تيجي زيادة؟ ما أنا بقول لسيادتك احنا عندنا العديد من الحوافز والمزايا بتتيحها القوانين المصرية سواء قوانين الاستثمار، عندنا بالنسبة للمستثمر الأجنبي احنا بنوفر يعني في حوافز وفي ضمانات للاستثمار، ان احنا حرية المستثمر في ان هو يعني يسترد رأس ماله والأرباح ويتم تحويلها إلى الخارج، عدم تأمين المشروعات الاستثمارية بتاع المستثمر الأجنبي. طبعا احنا زي ما قلت سيادتك احنا عندنا فرص استثمارية كتير زي ما قلت سيادتك في قطاع الزراعة زي مشروعات التصنيع الزراعي زي مشروعات الاستصلاح واستزراع الأراضي، عندنا على الموقع بتاع وزارة الزراعة واصلاح الأراضي العديد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الزراعة في الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله. طيب عايزين نتكلم برضو عن مشروع غاية في الأهمية وهو دعم صغار المربين من خلال المشروع القومي للبتلو، ده برضو إزاي انعكس في النهاية على توافر اللحوم بكميات مناسبة؟ تمام. وطبعا زي ما سيادتك عارف احنا طبعا هذا المشروع يعني كان بيبتدي في فترات سابقه وكان بيتعثر وحاجات زي كده، لكن منذ 2018 الدوله خدت على عاتقها هذا المشروع وفي اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه وفي توجيهات لمعالي وزير الزراعه وصحة الاراضي الاستاذ سيد القصير ان احنا نتوسع في هذا المشروع ونوفره بشكل جيد للساده المربين، وده انعكس ان يعني التمويل اللي تم اتاحته للمشروع القومي للبتلو تجاوز 8 مليار جنيه من 2018 حتى الان، ده استفاد منها حوالي 42 ألف مربي سواء من المزارعين او من شباب الخريجين، ايضا تم تسمين حوالي 490 ألف راس من رؤوس الماشيه، وده زي ما سيادتك عارف يعني وفر فرص عمل للساده المواطنين في الريف وحسن دخول الساده المزارعين، ايضا زود الانتاج من اللحوم الحمراء. زي ما سيادتك عارف ان المشروع القومي للبتلو يعني البتلو ده كان الحيوان الصغير بيتم ذبحه عند وزن 100 كيلو جرام، احنا دلوقتي بنوفر لهذه المشروعات او هذه الحيوانات تمويل مناسب بحيث المزارع او المربي يقدر يستطيع انه يشتري الاعلاف ويربي هذه المواشي الحيوانات
حتى وزن من 350 ل 400 و 450 كيلو جرام تتشتت. يعني لك ان تتخيل مدى الزياده اللي حدثت في انتاج مصر من اللحوم الحمراء في الفتره الاخيره نتيجه هذا المشروع القومي الهام. اكيد كل الشكر ليك الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه. طبعا بكده مشاهدينا نكون خلصنا مع حضراتكم النهارده في صباح الخير يا مصر تغطيتنا لحكايه وطن، لكن ما زالت التغطيه مستمره على شاشه القناه الاولى. بكره نلقاكم ان شاء الله على خير في صباح الخير يا مصر وحلقه جديده، وصباحكم زي الفل.